مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. ولقائنا معكم يتجدد اليوم على شاشة قناة الأهلي، ولكن من خلال هذه التغطية الخاصة ليلة المباراة. عندنا مباراة مهمة جدا غدا إن شاء الله، الكل بيتمنى، كل جماهير الكورة في مصر وجماهير الرياضة في مصر وبشكل خاص جمهور النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر بيأمل إن شاء الله أن المباراة دي تنتهي بالفوز وعودة النادي الأهلي لحصد النقاط وتعويض ما فاتنا في المباراتين السابقتين في دوري المجموعات في البطولة الأفريقية. تركيز كبير جدا بيؤكد على وجوده في كواليس معسكر الفريق في الإسكندرية المدير الفني باتريس كارتيرون والمدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة الكابتن محمد يوسف وكل اللاعبين، سواء اللاعبين الشباب المجموعة الصاعدة أو أصحاب الخبرات الكبيرة في الفريق، المجموعة من اللاعبين، مجموعة اللاعبين الدوليين، الكل بيستعد والاستعدادات بتجري على قدم وساق والكل في أعلى درجة من درجات التركيز والجاهزية الفنية والبدنية والخططية لهذه المباراة. كان في تفاصيل خاصة بالاجتماع الفني لهذه المباراة واللي حضره عن النادي الأهلي كل من الكابتن محمد يوسف والكابتن سمير عدلي، فضلا عن ممثل لفريق تاونشيب البوتسواني. الاجتماع اللي حدد تفاصيل كثيرة جدا استعدادا وتنظيما لهذه المباراة. تم الاتفاق على أن يخوض الأهلي هذه المباراة بزيه التقليدي الأحمر والأبيض، اللون طبعا التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، وأيضا الحارس هيرتدي اللون الأخضر، وأيضا طاقم المباراة أو طاقم اللي هيرتديه الفريق المنافس فريق تاونشيب هيكون باللون الأزرق في هذا اللقاء. وتم طبعا وضع كل التعليمات الخاصة بطاقم التحكيم، كل توجيهاته للممثلي الناديين المتنافسين في هذا اللقاء الأهلي وتاونشيب، نقل كافة الأمور للاعبين وللجهازين الفنيين حتى يكون الجميع في أعلى درجة من درجات الالتزام بما أكد على أهميته طاقم التحكيم لهذا اللقاء. وشهد الاجتماع أيضا تجديدات من مراقب المباراة على الفريقين بالحضور إلى الملعب قبل البداية، بداية اللقاء بحوالي 90 دقيقة، والتنبيه على جميع اللاعبين بعدم الاعتراض على قرارات التحكيم أو إضاعة الوقت أو الخروج عن اللائق بأي تجاوزات تخرج عن الإطار المقبول في ملاعب كرة القدم. وده طبعا اللي بيأكد عليه حتى المسؤولين في النادي، مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب في خطابه الأخير أو كلمته الأخيرة اللي أذيعت مؤخرا إلى الجماهير وإلى الرأي العام الرياضي المصري والعربي وبشكل خاص الرأي العام الأهلاوي، واللي طالب فيها ممثلا للنادي الأهلي وكيان النادي الأهلي وجمعيته العمومية وأعضائه وجماهيره الكل بالالتزام والدعم والتماسك ودعم الفريق بأعلى درجة ممكنة وعدم الخروج بأي شكل عن اللائق في هذه المباراة وخلال أحداث هذا اللقاء المهم. تصريحات كثيرة جدا فنية طبعا في المقام الأول أشار لها وأكد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من خلال المؤتمر الصحفي اللي بيعقد اليوم هناك في الإسكندرية. قال بعض التصريحات أو العناوين الرئيسية لهذا اللقاء مع الصحفيين والإعلاميين المتابعين للمؤتمر أن المباراة، مباراة تاونشيب، يعني صعبة جدا ومصيرية، مهمة جدا المباراة بكل الحسابات الخاصة برغبة الأهلي في المنافسة على اللقب وحصد اللقب الأفريقي هذه البطولة في هذه النسخة إن شاء الله. طبعا المباراة من وجهة نظر المدير الفني للنادي الأهلي صعبة ومصيرية ولا تحتمل أي بدائل عن الفوز إن شاء الله في اللقاءات القادمة لتعويض النقاط اللي خسرناها في المباريات السابقة أو التعادل في المباراتين السابقتين. وأضاف كارتيرون خلال هذا المؤتمر أيضا اللي بيعقد حاليا في برج العرب بالإسكندرية، لدينا مهمة صعبة للغاية، نحتاج إلى الفوز غدا وحصد النقاط الثلاث، وأنه لا بديل من وجهة نظر الجهاز الفني عن تحقيق النصر في هذا اللقاء. وأوضح أيضا الجهاز الفني واللاعبين استفادوا جيدا فنيا وخططيا وبدنيا، وأنه تم تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن من خلال المعسكر السابق في الإسكندرية والمرحلة الأخيرة من الإعداد اللي كانت في كرواتيا وهذا المعسكر الأوروبي للفريق. خلونا نشوف مع حضراتكم جانب من هذا اللقاء ومن المؤتمر الصحفي وتغطية خاصة جدا لقناة الأهلي من داخل المؤتمر. وبيسألوا بيقولوا الماتش مهم بالنسبة لك وانت لسه جاي ماسك القيادة الفنية للفريق. Quand on est entraîneur de la Ligue, tous les matchs sont importants. Donc je considère que c'est un match important comme il y en aura beaucoup d'autres. لما تكون مدرب النادي الأهلي كل مباراة بتكون مهمة. احنا معتبر ده ماتش مهم من ضمن الماتشات التانية مهمة جاية بعد كده. Voilà, le coach et le grand joueur, il est à vous. Ils sont à vous du moins. Donc n'oubliez pas de poser des questions aux joueurs. Very hot temperature, like 45 or something. Why did they have
You want me to answer in English or in French? If you wish. At first, depending the schedule, we have to prepare the player as well as possible, no matter the circumstances. That's why we decided last week to go to Croatia to have better meteo, to have less hot weather, and for the player to prepare themselves. It was also a way for me to discover the international player, like you said. Important to me to talk a lot with them, because those players came back from the World Cup very used mentally, physically, so we had really a short period to prepare them. So I did use this camp, like I told you, to work in good facilities and good circumstances, depending on the meteo, and also to have a lot of time for me to spend with the international player to talk a lot with them. هو بيقول طبعا لازم نحتاج جدول مباريات، ما عندناش اختيار، فعشان كده انا خدت اللعيبه وطلعت بيهم كرواتيا معسكر، هناك الجو طقس كويس، وكان فرصه اني اجتمع باللعيبه الدوليين راجعين عندهم روح كويسه وعندهم حماس من كاس العالم، كان فرصه اني اقرب منهم، وكان فرصه اني اعد الفريق عشان الماتشات الجايه. Finally, to answer about the French national team, of course I'm really happy about us winning the league, the world championship. For two reasons. At first, I think, you know, in France we really believe in the academy, the way to play with a lot of young players. So I think it's good for France and for the country also to get used to play with more young players. I do like to work with young players. I like players with experience, but young players too. So I was really very happy about this. More than this, I think really the message I sent to the player. This World Cup, to me, was not only a tactical or technical World Cup. It was really a fantastic spirit World Cup. France and Croatia had a fantastic spirit, both teams, with different qualities, because the way France did play during this competition was not always good. But what a fantastic spirit, same for Croatia. So more and more we must prepare our players mentally for them to get better and for us to have a fantastic spirit too. أنا سهل أفتكر بقى. بيقول طبعا سعيد جدا إن فرنسا كسبت، وفوز فرنسا ده كان أنا شايف إن فوز يعني مستحق، إن هو بيشتغلوا على الأكاديميات وعلى الناشئين، في عدد كبير جدا من اللاعبين صغيرين سن فرنسا، وده بيدي رسالة إن الفرقة بيكون فيها أعمار صغيرة ممكن تدي نتيجة كويسة، وبعيد عن كأس العالم ده أنا مش شايفه فنيا عالي بقدر ما هو شايف إن هو كان في روح وسبيريت اللعيبة زي ماتش كرواتيا وفرنسا، كان في روح عالية جدا للعيبة، عشان كده المفروض نشتغل نفسيا على اللعيبة وذهنيا زي ما بنشتغل فنيا بالظبط. Yes. حابب بسأل السوبرجيس كاتون عن مباراة بكرة ومدى صعوبتها ودراسة التاونشيب والعناصر اللي ممكن تكون خطر عليها. وسوبرجيس من دلوقتي كابتن الفريق وعدى عليكم ظروف كتير صعبة. أصعب كمان من موقف يعني في المجموعة دلوقتي. إيه الحاجة اللي ممكن تكون فيها مع اللعيبة Premièrement, je tiens à féliciter le staff technique qui a fait un travail d'observation de notre adversaire exceptionnel. طبعا انا بشكر الجهاز الفني اللي معايا ان ساعدوني نعمل دراسه كويسه للفريق اللي هنلعبه. On connaît et on a travaillé très sérieusement sur cet adversaire. J'aime faire ça pour chacun des adversaires. C'est pour moi notre métier, mais c'est surtout pour moi faire preuve d'humilité que de toujours respecter les adversaires en travaillant énormément sur eux. C'est le premier point. On connaît... وده مش معناه ان احنا يعني مش قلق بقدر ما هو بنعمل ده مع كل فرقه من اللعيبه بنحب ندرسها كويس ونعرف ادائها ايه عشان نلعب معاها بنعرف نلعب معاها ازاي.
C'est une très belle équipe avec des qualités, avec aussi des points pour nous à exploiter. On a beaucoup travaillé dessus cette semaine et j'ai confiance dans le fait que les joueurs puissent poser des problèmes à cette équipe. هي فرقة كويسة، فرقة محترمة جدا وبتلعب كويس، بس في برضو لما درسناها واكتشفنا فيها حاجات ممكن نستغلها، ولاعيبتنا لو استغلتها ممكن نمثل قوة عليهم، نوصل خطورة عليهم ونكسبها. طبعا الفترة دي الناس كلها عارفة اللي هي فترة صعبة علينا، احنا الأخير دلوقتي في المجموعة، بس الظروف دي اتحطينا فيها قبل كده، وفي 2012 كان عندنا برضو لو تفتكروا كان عندنا بونت برضو، لعبنا الزمالك اول ماتش، وتاني ماتش لعبنا اورلاندو كسبنا 3. الماتش الاولاني كان 1-1 بتاع الزمالك خالص. كده سامعين؟ كده الصوت عالي؟ من الأول؟ أنا حفظتهم بالعافية. طبعًا زي ما قلت في أول الكلام، كان عندنا برضو حاجات صعبة بنمر بيها الفترة اللي فاتت، الظروف دي اتحطينا فيها، ولعبة الأهلي هي اللي بتقدر تخرج من الكبوة اللي هي بتبقى فيها. تعادلنا في 2012 البطولة أفريقيا مع الزمالك اول ماتش، ومع اورلاندو تاني ماتش، وكان عندنا بونت، وكنا رايحين لفرقه بقالها اكتر من 10 سنين ما خسرتش في ملعبها، ليوبار لو تفتكروا. الحمد لله رجعنا بالمكسب. فاللي عايز اوصله للعيبه كلها، الحمد لله مركزه اللعيبه كلها على قلب راجل واحد، اللعيبه الكبار على طول بيقعدوا مع اللعيبه الصغيره ويفهموهم ايه المطلوب منهم الفتره اللي جايه. الناس كلها الحمد لله بتتمرن كويس، في مدير فني الناس كلها عارفه السي في بتاعه، سي في محترم جدا، وشخصيه يعني تليق بالنادي الاهلي. فانا بتمنى له ان شاء الله التوفيق في اول ماتش ليه بكره، وان شاء الله يبقى التوفيق حليفنا. الناس كلها زي ما قلت لكم مركزه، الناس كلها عايزه تخرج من الموقف الصعب اللي احنا فيه، فان شاء الله البدايه تبقى بكره ان شاء الله. مستر كالترون، حضرتك قبلت المهمه والاهلي ماينس 4 بوينت من النقاط، هل كان في تعاقد معاك بالنسبه للنادي الاهلي مع اداره النادي الاهلي الفوز بهذه البطوله، ام كيف كان الوضع؟ يعني حضرتك توقعتهم ان انت هتفوز بهذه البطوله، ام الاربع نقط اللي خسرهم النادي الاهلي ديت J'avais bien sûr suivi les résultats de l'équipe et cette dernière place momentanée en Champions League. J'ai accepté le challenge sans faire de promesses ni sans chercher à dire tout et n'importe quoi. J'ai par contre la volonté farouche. Premièrement, de vouloir réussir avec Alali, c'est un grand club, c'est un honneur pour moi de rejoindre l'équipe et surtout une énorme motivation. J'ai eu la chance de remporter une Champions League il y a peu de temps. C'était une sensation très particulière et j'ai vraiment envie de revivre ça avec un club aussi grand qu'Alali. انا لما جيت اتعاقد مع الاهلي طبعا كنت متابع النتائج وعرفت النقط الاربع نقط اللي راحوا الموقف النادي خمس نقط الموقف بتاع النادي كان صعب، ولما جيت تعاقدت ما حطيتش اي شروط، ما كانش في اي شروط موضوع، بس انا من جوايا عايز اعمل كل ما في وسعي عشان اقدر اطلع يعني احقق نتائج كويسه. انا عارف شرف ان اكون مدرب نادي كبير زي النادي الاهلي، وحاجه زي كده بتسعدني وبتديني حافز، ومعايا لعيبه كلهم متحمسين وكلهم عندهم اراده ومستواهم كويس. ومستواهم كويس، احنا قادرين نطلع من اللي احنا فيه، وعشان انا عشت قبل كده فرحه الفوز ببطوله افريقيا مع نادي مازيمبي يعني من فتره مش من بعيده، مش فتره بعيده عن قريب، وعارف قد ايه حاجه زي كده بتحط الواحد في مود كويس احنا محتاجينه، وانا حابس الخساره جهدي واحقق افضل نتائج مع النادي. والاداره اشترطت فوزه بالبطوله. يا ريت لو كانت الاستاذ اسكو لوي كونديسيون دو فوت كونترا دو غاني لا ليغا شامبيون؟ نو. لا. Excuse me, question for you. Yes.
Salif et notamment les auditeurs qui sont dans africaine, est-ce que Salif est prêt pour participer demain, surtout qu'il vient d'arriver, il est passé en premier? Aujourd'hui, les deux nouveaux joueurs inscrits sur la liste CAF sont Mohamed Zakaria et Salif Koulibaly. C'est une certitude. Mohamed Zakaria et Salif Koulibaly ont été خلاص ده حقيقه. Concernant le niveau et de Salif Koulibaly et de l'ensemble des joueurs de l'effectif, puisque comme on sait, on a beaucoup de joueurs qui sont rentrés dernièrement de la Coupe du Monde. بالنسبة لمستوى كوليبالي وزي اللعيبة كتير رجعت من كأس العالم قريب. Ça a été pour nous une véritable course contre la montre. كان احنا عندنا يعني في صراع مع الوقت. Pour remettre les joueurs sur pied, leur redonner une santé physique. عشان نرجع اللعيبة في حالتها ونبقى في يعني حالة بدنية مستعدين للمباريات. Physiologique. وحالة نفسية. Et psychologique. وعقلية ذهنية. Pour bâtir en quelques jours une équipe compétitive. عشان نقدر نبني في خلال كام يوم فريق يقدر ينافس. Ce match est un match charnière, on a besoin de revenir dans la course. ده ماتش مهم جدا بالنسبة لنا لازم نرجع تاني في سباق المجموعة. Avec toutes les difficultés que sont le manque de temps au niveau de la préparation. مع كل المشاكل اللي قابلناها زي يعني ضيق الوقت بتاع الإعداد بتاعنا. Mais j'ai vraiment à cœur de montrer que même si on n'est pas encore prêt, on a matière, grâce à un formidable état d'esprit, à renverser les montagnes. Et je compte vraiment sur l'ensemble de nos supporters pour nous pousser pendant 90 minutes, quelles que soient les difficultés dans ce match. Mais je suis sûr que nous ne sommes pas prêts 100%, nous n'avons pas d'aide, mais nous avons des joueurs matériels très bien, qui sont venus à l'aide de la ville, et qui sont venus à l'aide de la ville, qui sont venus à l'aide de la ville. طبعا بنتمنى التوفيق Le fait d'avoir plusieurs joueurs qui ont été en Coupe du Monde, c'est un point positif pour vous, surtout qu'Ahmed Chenaoui, le gardien de but, a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, a été l'homme du match, le premier match. Autre chose, est-ce que vous avez la disposition, c'est-à-dire le tactique, vous avez joué avec le même système, qui est trois joueurs avec un attaquant devant eux, ou bien vous avez changé? Ces dernières semaines, déjà, on se doit au niveau des joueurs qui ont participé à une Coupe du Monde, il fallait pour nettoyer et évacuer leur déception, parce que tous éliminés au premier tour avaient malgré tout une base de déception. Mais je veux qu'ils se servent de ces moments-là comme d'une expérience et pour les aider à vraiment devenir encore plus forts, pour les aider à avoir envie de revivre de tels moments et cette fois-ci être mieux préparés. بس طبعا اكيد رجعوا بخبرات كبيره واكيد ذكريات برضو المفروض يعني يستخدموها عشان يرجعوا تاني يلعبوا بطولات كبيره ويحققوا انجازات. Après au niveau du système tactique, bah écoutez, vous le verrez demain sur le terrain. On a travaillé sur plusieurs matchs amicaux avec des schémas tactiques différents. Ça veut dire que je risque dans les semaines et les mois qui viennent là, de changer parfois de tactique, mais en tout cas demain je mettrai l'équipe en place qui me semble être la plus compétitive pour jouer ce match fondamental. Pour vous donner plus d'informations. Next question, but don't forget the player. One forward? No, don't forget the player. The player just for you, Kevin. Okay, good. My question is to Mr. Pep. All right. Sir. Mr. Pep, this is Ahmed Noel from Bein Sports. Sorry, Hashem, it's all that. And the question, هل سيستغل كارترون حالة ضعف الدفاع لدى كاتالون كان في الايزي كوفيتي في الدفاع بتاعهم شيء. الخطه الهجوميه مستغله عمليه الارض والجمهور وانها نفعت لعبور التحدي. اسكي سيستم بومب
تابعنا مع حضراتكم جانب من هذا المؤتمر الصحفي والحضور الإعلامي والصحفي لمتابعة ومناقشة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قبل المباراة المهمة غدا في دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم بين الأهلي وتاونشيب بطل بوتسوان. واتكلم طبعا أنا حبدأ من حيث اختتم كلامه في الجزء اللي تابعناه مع حضراتكم. أهم أعتقد يعني فنيا أهم ما أشار إليه المدير الفني الأهلي هو أنه اعتمد على تجربة أكثر من طريقة لعب في الفترة اللي فاتت عشان يبقى عنده بدائل فنية حسب المباريات المختلفة وطرق لعب ومستوى المنافسين سواء في المباريات المحلية أو الدولية. وده اللي بنتمناه دايما مع أي مدير فني للأهلي، أنه يبقى عنده بدائل وعنده أكثر من طريقة يقدر يناور بيها خلال المباراة الواحدة سواء كانت مباراة محلية أو دولية. وإن شاء الله ده ينعكس طرق اللعب دي يكون اللاعبين قدروا يستوعبوها بالشكل الأفضل فنيا وبدنيا وخططيا ويقدروا ينفذوها ويطبقوها بالشكل يحقق لنا نتائج. وطبعا مش معقول أنه هيعلن عن طريقة اللعب اللي هيخوض بيها المباراة، لأن ده بيبقى أمر بيحتفظ بيه الجهاز الفني لنفسه لآخر وقت، وأحيانا بيبقى فيه تكليفات مباشرة في المحاضرة الأخيرة اللي بتسبق المباراة مباشرة بيحتفظ بيها لآخر وقت ويوجهها للمجموعة اللي هتبدأ هذه المباراة. طبعا ده مهم جدا، وان شاء الله يكون موفق الجهاز الفني بالكامل ومجموعه النجوم واللاعبين في صفوف الفريق الاول في الاداء بالطريقه اللي طلبها منهم وحسب توجيهات الجهاز الفني. وزي ما قال كارتيرون، انا اخترت الطريقه الانسب لهذه المباراه بعد دراسه نقاط القوه واي قصور موجود في صفوف المنافس بطل بوتسوانا، وان انا اخترت الطريقه اللي من وجهه نظره فنيا ان شاء الله تقدر تحقق الفوز وطبعا الحسم في هذه المباراه. وبالتأكيد بنهنئه لفوز منتخب بلده منتخب فرنسا بنهائيات كأس العالم بنهائي كأس العالم لكرة القدم بعد التفوق الكبير بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية أمام المنتخب الكرواتي، وأشاد طبعا بمنتخب بلده والمستوى اللي قدمه منتخب فرنسا في البطولة. كارتيرون بيؤكد أن ده بيرجع لاستخدام أو الاعتماد على الأساليب العلمية والطرق الأكاديمية والاهتمام بمدارس وأكاديميات كرة القدم في فرنسا على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير، وقال أن طبعا أيضا أثر بشكل إيجابي على منتخب بلده وعلى مستوى الأداء والنتائج انخفاض متوسط الأعمار أو النزول بمتوسط الأعمار في صفوف اللاعبين، حتى أصبح المنتخب الفرنسي زي ما كنا بنقول عليه في السنتين الماضيتين أنه منتخب مجدد وأنه منتخب شاب، وده انعكس على طبعا سرعة وإيقاع الأداء زي ما شفنا مع حضراتكم خلال البطولة. زي ما قلنا كارتيرون بيؤكد المباراة دي مفيش أي بديل عن الفوز فيها إن شاء الله، وإنها مباريات كؤوس من وجهة نظر الجهاز الفني واللاعبين. وبيؤكد كمان كابتن الفريق حسام عاشور إن الأهلي مر بهذا السيناريو سابقا في نسخة البطولة عام 2013 تحت قيادة الكابتن محمد يوسف، وقال بالرغم من أننا تعثرنا في البداية تعادلنا مع الزمالك وأيضا يعني الفريق هزم أمام فريق أورلاندو بثلاث أهداف، لكن قدر يتدارك الأمور سريعا ويعود ليتألق ويحصد هذا اللقب الأفريقي. بيقول إن شاء الله نكرر نفس السيناريو بعد ما تعثرنا في المباراتين السابقتين. والتجهيز اللاعبين وضم عدد من الكوادر إن شاء الله تكون مؤثرة في قائمة الفريق وفي مشواره الأفريقي. كارتيرون بيعلن ويقرر بشكل نهائي قيد كل من مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الأفريقية في اقتناع كامل من المدير الفني والجهاز الفني بإمكانيات اللاعبين، وأنهم إضافة حقيقية في هذا التوقيت تزيد من الأوراق الرابحة الموجودة في صفوف الفريق وتدي فرص أكتر للاختيار وبدائل أكتر للجهاز الفني تناسب كل مباراة. وكان في إشادة كمان بمستوى عدد من اللاعبين منهم مؤمن زكريا أن مستواهم في المران الأخير أو التدريبات الأخيرة اللي بتسبق مباراة الغد كان لافت للأنظار، وأنهم استحقوا إشادة الجميع زملائهم والجهاز الفني وكل المتابعين للتدريبات. وبعد إعلان ضم كل من مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الأفريقية بيأتي أيضا هذا الأمر والإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي السابق على مباراة الغد. وكارتيرون يقول الدوليون جاهزون لمباراة تاونشيب زي ما تابعنا في كلماته الموجهة للإعلام والصحافة. شفنا مع حضراتكم المدير الفني هو بيقول إن كان في جهد كبير لإعادة لاعبي المنتخب العائدين للنادي الأهلي أو لاعبي الأهلي الدوليين لأعلى حالات التركيز والجاهزية النفسية والذهنية بعد طبعا أكيد اختلفنا على إن كان المنتخب قدم أفضل ما لديه أم لا، إن اللاعبين بذلوا أكبر جهد أو لا، ولكن في النهاية كلهم بيحبوا بلدهم، كلهم مواطنين مصريين، وأكيد أصابتهم حالة إحباط وحزن شديدة بعد الشكل اللي ظهر عليه المنتخب في المونديال وبعد النتائج غير طبعا المرضية سواء للجهاز نفسه أو للاعبين أو للرأي العام والجماهير المصرية. عشان كده أكيد كان في تركيز بشكل خاص من الجهاز الفني على إعادتهم لحالتهم النفسية سريعا ولجاهزيتهم وتركيزهم إنهم يقفلوا صفحة المونديال
والهزائم اللي تلقيناها في الثلاث جولات في دوري المجموعات أو في الدور الأول للمونديال، ثم التركيز مرة تانية على المشوار القادم وارتباطات الأهلي الكثيرة جدا اللي دايما بينافس عليها وبيدخلها بياخدها بهدف واحد هو الفوز إن شاء الله في كل لقاء وبكل لقب ينافس عليه النادي الأهلي. وكمان هم من أصحاب الخبرات إن شاء الله يكونوا مؤثرين في طبعا تحفيز زملائهم في الملعب قبل هذا اللقاء وخلال أحداث اللقاء. بيؤكد المدير الفني جاهزية اللاعبين الدوليين العائدين للمنتخب وإن شاء الله يكونوا من الأوراق المؤثرة جدا في هذا اللقاء، وبيؤكد كمان أهمية هذه المباراة والحسابات الفنية الخاصة بها وضرورة احترام المنافس وأنه وقف مع جهازه الفني على كل أوجه القوة أو نقاط الضعف الموجودة في صفوف المنافس لاستغلالها بالشكل الأمثل والحد من خطورة المنافس من خلال دراسة جيدة جدا لنقاط القوة في صفوف بطل بوتسوانا. وأضاف أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي قال إن احنا خلاص وقفنا على كل النقط المهمة الخاصة بأداء الفريق وخطة لعب المنافس اللي طبعا هتساعدنا هذه الدراسة أو هذا التركيز مع اللاعبين على معرفة الفريق بأفضل شكل ممكن في أداء بطريقة تربك الفريق المنافس وتؤدي إلى فوز النادي الأهلي في هذا اللقاء إن شاء الله. وتأكيدات من كابتن الفريق زي ما قلنا لحضراتكم حسام عاشور ان الاهلي لا يعرف الاستسلام وقادر على العودة لهذه المباراة، وده بيتفق طبعا مع التصريحات اللي اعلنها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة خلال الايام القليلة الماضية، واللي قال ان الاهلي على مدار تاريخه حتى في اصعب المواقف لا يعرف الاستسلام وبيخوض بنفس الروح القتالية وبروح الفانيلا الحمراء كل لقاءاته محليا ودوليا مهما كانت الامور معقدة في اي مشوار او في اي بطولة بياخدها الفريق في بعض الفترات او بيتعثر فيها من خلال بعض المباريات. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وتاونشيب يتدرب في برج العرب، ده طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء لقاء الغد إن شاء الله لقاء يوم الثلاثاء في برج العرب، وأيضا طاقم تحكيم المباراتين أجرى هذه التدريبات أو بيعلن عنه أو بتعلن أسماؤه، ولكن بالفعل المعلومة الدقيقة لا، اللي أدوا التدريبات فقط واللي متواجدين حاليا في برج العرب هو طاقم تحكيم مباراة الغد اللي هيدير هذا اللقاء بين الأهلي وتاونشيب. طاقم تحكيم جزائري هيدير هذا اللقاء وأدى تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في الإسكندرية، بيقود هذا الطاقم الجزائري مصطفى غربال ويعاونه كل من مقران قراري وإبراهيم الحملاوي، وقام الحكام بفحص غرف الملابس وأرضية الملعب وطريق الدخول وخروج اللاعبين من أرض الملعب قبل وبعد المباراة. وأيضا طاقم تحكيم مباراة الأهلي وتاونشيب جولة الذهاب بيدير الجولة الثالثة اللي بتقام يوم 17 يوليو على استاد الجيش في برج العرب، طاقم التحكيم الجزائري المكون من مصطفى غربال ومقران قراري وإبراهيم الحملاوي، وحكم رابع هو نبيل بوخلفة. وأيضا جولة الإياب المقرر لها أو الجولة الرابعة اللي بتقام يوم 28 يوليو في بوتسوانا يديرها طاقم تحكيم من كينيا بقيادة ديفيز أوجينشي أومينو، ويعاونه جيلبرت شاريوت وتوني كيدي، وحكم رابع بيتر أوريرو. عاشور وسليمان وفتحي بيعقدوا جلسات تحفيزية مع اللاعبين لتخطي عقبة بطل بوتسوانا. دايما اللاعبين أصحاب الخبرات أصحاب خبرات أكثر مقارنة بزملائهم الأكبر سنا اللي احتكوا بمواقف وسيناريوهات مشابهة أكثر، خاضوا عدد أكبر من البطولات والمباريات في مشوارهم، بيكون كلهم بيؤدوا نفس الدور دور كابتن أو قائد الفريق، وتكون عندهم القدرة على إقناع زملائهم بأفضل شكل ممكن، أفضل استعداد ممكن لهذه المباراة، تحفيز اللاعبين، الوصول لاتفاق جماعي في صفوف الفريق على بذل كل الجهود الممكنة وإدراك الجميع بشكل جيد جدا لأهمية هذا اللقاء وتأثيره في مشوار الفريق في البطولة الأفريقية. وهننتقل في أي وقت مع حضراتكم كمان لمتابعة أكثر تفصيلا، معنا بالفعل زميلنا كريم أحمد من برج العرب في الإسكندرية مراسل قناة الأهلي وهو مصاحب لبعثة النادي الأهلي وللفريق واستعداداته الأخيرة للقاء مع تاونشيب بطل بوتسوانا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من زميلنا كريم أحمد. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد الجندي وتحياتي لكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. قول لنا اهلا بيك يا كريم وبنسعد بمشاركتك معنا، عايزين نعرف اخر المعلومات اللي ممكن تقولها للراي العام ولجمهور قناه الاهلي دلوقتي عن استعدادات الفريق واخر ما وصلت اليه من خلال متابعتك هناك من موقع الحدث.
لو برجع معاك سريعا لمعسكر فريق النادي الاهلي هنا في برج العرب اللي انطلق من يوم السبت، الحقيقه يمكن اجواء كلها حماس، كلها جديه، في تركيز كبير جدا زي ما قلنا. معسكر النادي الاهلي مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره، مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، فارض حاله من التركيز، حاله من التركيز الشديده جدا داخل معسكر فريق النادي الاهلي. مباراه غايه في الصعوبه كما تعلم، لكن زي ما بنقول الثقه الكبيره اللي عندنا في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني، في جمهور النادي الاهلي اللي عليه عامل كبير جدا في مباراه الغد ان شاء الله يكون هو السند الحقيقي كالعاده لفريق النادي الاهلي، ويكون تشجيع النادي الاهلي فقط داخل المدرجات، وان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. لو ايضا كمان بنتكلم على اليوم بشكل عام، النهارده يمكن فريق النادي الاهلي كان في غداء في الساعه 2 ظهرا، ثم توجه الكابتن محمد يوسف القائم باعمال لمدير الكره والمدرب العام والكابتن سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي الى الاجتماع الفني اللي كان متواجد في فندق الاقامه. بشكل عام يمكن الامور الاعتياديه في الاجتماعات الفنيه الخاصه بالمباراه الافريقيه، ايضا كمان لو بنتكلم على الزي اللي هيكون في النادي الاهلي، الاحمر في الابيض في الاحمر، الزي الاخر لتاون شيب الازرق بالكامل، حراس المرمى بالنسبه للنادي الاهلي هيكونوا الزي الاخضر، على الجانب الاخر هيكون الزي البينك لفريق نادي تاون شيب. يمكن التعليمات العاديه اللي هي طبعا بتقال في كل المباريات الافريقيه، وحضور الفريق يكون قبل ساعه ونصف من انطلاق المباراه، لكن الحاجه الوحيده اللي قلنا عليها يمكن فريق تاون شيب بنبه بشكل كبير ان يكون صبيه الملعب او الاولاد اللي يكونوا متواجدين حوالين الملعب اللي بيكونوا طبعا بيساعدوا في دخول الكره في الملعب يكونوا متوفرين بشكل كبير. هم اشتكوا قبل كده خلال مبارياتهم الاخيره ان قابلوا صعوبه جدا وخاصه في الشوط الثاني في هذه المرحله بالنسبه ليهم، كانش بيقولوا ما فيش حد كان متواجد خارج الملعب بالنسبه للاولاد اللي بيتواجدوا بشكل عام، فاكدوا عليها. ويمكن كانت تعليمات من مراقب المباراه سانوسي محمد النيجيري ادى التعليمات دي بالنسبه للنادي الاهلي، وكان موجود كمان العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي اتكلم كمان على ان يكون الامن المتواجد داخل المستطيل الاخضر يكون خلف الدكك الخاصه باللاعبين او البدلاء، ما يكونوش داخل المستطيل الاخضر، ويمكن بالفعل تمت الموافقه. الامور كانت ماشيه بشكل طيب بالنسبه للاجتماع الفني، الامور كلها اعتياديه، وزي ما بقول لك انتهى الاجتماع الفني، ومنها مباشره اتوجهنا الى استاد برج العرب حيث المؤتمر الصحفي الاول لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني اللي بدا في الساعه 5:30. بشكل عام طبعا كان في بعض اسئله للصحفيين، الكابتن حسام عاشور ايضا كمان كان متواجد كابتن فريق النادي الاهلي. لو بخص حسام عاشور يمكن اتسال على مدى صعوبه هذه المباراه، ازاي اتكلم مع اللاعبين وخاصه اللاعبين الكبار، صرح حسام طبعا قال يمكن اتحطينا في مواقف اصعب من كده في البطولات الافريقيه على مدار السنين الماضيه، كلنا تركيز واخدين عهد على نفسنا ان شاء الله ان احنا نصحح المسار. اتمنى التوفيق لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني في اولى مبارياته مع النادي الاهلي، واخدين اللعيبه بصراحه وعد وشايفين تركيز كبير من خلال المعسكر، وزي ما بنقول ان شاء الله يمكن نتمنى التوفيق كمان لطاقم التحكيم الجزائري اللي يكون في هذه المباراه، وايضا كمان يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. كريم عايز اسالك على حاجة مهمة من خلال متابعتك لموقع الحدث، من خلال وجودك يعني دقيقة بدقيقة مع الفريق ومتابعتك لاستعداداته وشغل الجهاز الفني وتحركاتهم تصريحاتهم للإعلام كل التفاصيل دي، إيه المصطلح اللي ممكن توصف بيه حالة الفريق النهاردة قبل مباراة بظروفنا الحالية بعدد النقاط بموقفنا في المجموعة؟ هل هو تفاؤل حذر؟ هل هو حالة قلق؟ هل في خوف من المباراة؟ هل وصل الجهاز الفني مع اللاعبين لحالة استيعاب وتجانس كامل، ودي التجربة الأولى لكارتيرون مع الأهلي وبقاله فترة قصيرة طبعا بيجهز فيها حاجات كتير جدا فنية وبدنية مع الفريق، يعني توصف حالة الفريق فنيا ومدى التناغم بين الجهاز واللاعبين ازاي؟ تقيمها ازاي؟ لو بنقدر نقول تفاؤل يمكن حذر شويه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، في تفاؤل وفي تركيز في نفس الوقت، لكن انت عارف زميلي محمد طبعا صعوبه هذه المباراه، يمكن مستر باتريس بيتكلم بشكل مستمر مع اللاعبين، اللعيبه بتتكلم بشكل مستمر لان الموقف صعب كالعاده بالنسبه لإحنا للنادي الاهلي نقطه واحده، لكن لسه الكوره في الملعب، لسه المباراه متواجده، وده اللي بياكد عليه الجهاز الفني بشكل كبير. ويمكن كلمت كمان مع حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي وقلت له مدى كلمات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سواء في الكلمه اللي ذاعت طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي للجمهور والى اللاعبين، وايضا كمان الاجتماع المصغر لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، قال يمكن كان لها مردود كبير جدا على اللاعبين، كنا بنتمنى تكون المباراه في نفس اللحظه في نفس الدقيقه بعد طبعا الكلمات الحماسيه من الكابتن محمود، واللعيبه وعدته بشكل كبير ان هي هتبذل اقصى ما في وسعها في هذه المباراه، وان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. زي ما بقول لك في تفاؤل لكن في حماس وفي جديه وفي تركيز كبير جدا، ده اللي شايفينه في التدريبات، شايفينه في فندق
برضو الاقامه. كعاده لعيبه النادي الاهلي بيكون في بعض التهريج مع اللاعبين، لكن الحقيقه من يوم السبت من بدايه هذا المعسكر شايفين تركيز تام، ودي يمكن فعلا حاله بتنعكس بشكل كبير على اللاعبين. واضح جدا 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 ان لعيبه النادي الاهلي هذه المباراه ان شاء الله هتكون من نصيب النادي الاهلي نظرا للجديه الكبيره في هذه المعسكر او في المعسكر الخاص هنا ببرج العرب. عايز اروح معاك للتدريب اللي بدا زي ما بنقول في الساعه 6 مساء. بشكل عام كان تدريب في بعض الجرعات البدنيه، بعض التكتيك البسيط اللي كان يمكن حذر شويه مستر باتريس كارتيرون ان هو يضح الصوره او تتضح الصوره بشكل كبير، لكن عايزين نقول يمكن اللي لمسناه شفناه من خلال التدريب او تدريب الامس النادي الاهلي يمكن هيخوض هذه المباراه بتشكيل ان شاء الله يكون مميز جدا. الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وحسام عاشور، مؤمن زكريا، وليد سليمان، وجونيور اجاي ووليد ازارو. بنتمنى ان شاء الله زميلي محمد تكون التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش فيه اي اصابات اي اجهادات خلال الدقائق القادمه او خلال غدا في الاحماءات، لان يمكن النادي الاهلي يعني المباراه دي بالنسبه له عنق زجاجه زي ما بنقول، تكون ان شاء الله مباراه جيده للنادي الاهلي. ولو فيها استفسار زميلي محمد اتفضل. طيب في سؤالين هنسمع يعني اجابتك عنهم سريعا. زميلنا كريم احمد من برج العرب في الاسكندريه، بالنسبه للتحكيم بعد متابعه الجهاز الفني لاشرطه المباراتين السابقتين، هل هو مطمئن لمستوى اداء اطقم التحكيم في البطوله الافريقيه؟ هل عنده اي تخوف من قضيه التحكيم بعد متابعته لاي اخطاء تعرض لها الاهلي او كانت على حساب الاهلي حتى وان كانت بتحدث في مباريات كره القدم وغير متعمده، ولا هو مطمئن ومش منشغل بقضيه التحكيم؟ في اطمئنان زي ما انت بتقول، لكن كان في تعليمات في الاجتماع الفني بعدم الاعتراض على التحكيم، وده كان يمكن تحذير شويه من المندوب الخاص من الاتحاد الافريقي اللي كان متواجد. لكن زي ما بقول لك مستر باتريس في المؤتمر الصحفي اتسال على هذا الامر، واتسال كمان على هيقدر يعمل ايه في هذه المباراه، الموقف صعب جدا بالنسبه له. وكمان كان في سؤال يمكن كان ليه يعني مستر باتريس ما جاوبش عليه بشكل صريح، ان هو اتسال قال هل انت تعاقدك مع النادي الاهلي شرطوا عليك مجلس الاداره او الشرط بشكل عام ان انت تحصل على البطوله الافريقيه او انت تكسب هذه المباراه؟ يمكن الرجل ما حاولش يجاوب في هذا الامر، وجاوب بشكل عادي وبشكل طبيعي جدا. يعني بعض الاسئله بتبقى من الصحفيين ليها مغزى شويه احنا بنبقى فاهمينه، بما اننا طبعا بشكل كبير متواجدين مع الفرقه. رد مستر باتريس قال انا مركز مع فرقتي، مركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه، شرف ليا ان اكون متواجد مع النادي الاهلي، النادي الاهلي مطالب بالفوز في هذه المباراه، وان شاء الله جمهورنا يكون معانا، ان شاء الله يكون التوفيق معانا. اتمنى التوفيق كمان لطاقم التحكيم الجزائري اللي كان متواجد النهارده في استاد برج العرب، يعني تابع شويه من تدريب النادي الاهلي وكان متواجد. زي ما بقول لك بشكل عام الامور مطمئنه، الامور جيده للنادي الاهلي، وان شاء الله غدا جمهور النادي الاهلي يكون ليه سر التاثير الكبير جدا على النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، يكون تشجيع فقط للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. زميلي محمد طيب اخيرا، هل لما بيسال من الاعلاميين من الصحفيين من كل المجموعه الموجوده وانت واحد منها طبعا يا كريم هناك في الاسكندريه، بيسال كارتيرون عن رايه وانطباعاته عن الدوري العام المصري، عن حديث اتحاد كره القدم عن ضغط الجدول وان الموسم ده استثنائي وان الجدول هيبدا نهايه هذا الشهر نهايه شهر يوليو، يعني هل الامور دي هو منشغل بيها دلوقتي وبيقول انطباعاته عنها، ولا بيرجئ اي حديث عن هذا الامر الى ما بعد الجوله الافريقيه؟ لا، يمكن مستر باتريس الحديث كله بيصب في المباراه، اي اسئله كانت بتكون موجهه سواء في المؤتمر بشكل عام او خارج المؤتمر من زملائنا الصحفيين اللي بيكونوا متواجدين، الراجل الحقيقه يمكن مركز بشكل كبير في المباراه، فارض سيطره، فارض تركيز كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، وده منعكس عليهم جدا. الراجل مأجل كل الامور ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، لكن المباراه بالنسبه له هي الاولى جمهور النادي الاهلي. اعلم جيدا ان هذه الامور كلها تكون خلال الفتره القادمه، لكن في البدايه لابد ان شاء الله تكون المباراه الغد هي مباراه النادي الاهلي الاولى اللي يحقق فيها الفوز باذن الله. زميلي محمد، هل في اي توصيات قبل المباراه بيوم واحد للجماهير، معلومات خلاص عرفتوها من اللجنه المنظمه للمباراه او من بعد الاجتماع الفني السابق على المباراه، اي امر ييسر المهمه على الجمهور في الخروج والدخول ويساعد في تامين الجماهير، مطلوب تكون متواجده الساعه كام؟ هل انتهت كل التفاصيل دي وممكن تقول لنا بعض التفاصيل او توجه رساله للجمهور دلوقتي عن المعلومات اللي عندك عن الساعات الأخيرة اللي هتسبق المباراة، ولا ده محتاج نتكلم مع واحد من المختصين بالأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة؟
اكيد طبعا، اكيد المختص طبعا هيكون اكثر مني افاده، لكن المعلومه اللي انا اقدر اقولها لك من هنا ان تم بالفعل خلاص تامين الاستاد غدا صباحا، هيكون في استلام وزاره الداخليه او بالخارج وبالداخل طبعا كالعاده، استاد برج العرب، استاد القوات المسلحه. الامور هنا يمكن تنظيميا هتكون على اعلى مستوى. كان معايا مدير الامن النادي الاهلي العميد علاء صلاح الدين، اللي اجتمع ايضا كمان مع قيادات وزاره الداخليه وايضا قيادات القوات المسلحه. كل التنبيهات كلها بتقول ان جمهور النادي الاهلي يدخل المدرجات يشجع النادي الاهلي فقط، في تسهيل هيكون كبير جدا 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 لجمهور النادي الاهلي من سواء الشركه اللي تكون متواجده في الامن وايضا كمان وزاره الداخليه والقوات المسلحه. بنشوفه هنا سواء من العميد صبري طبعا المتواجد هنا وبيقوم بشكل كبير ومجهود رائع جدا، بيقول احنا بنتمنى يكون في اكتر من كده، بنتمنى يكون في اكتر من 10,000، ما يبقاش العدد اقل من كده، لكن التزاما طبعا بتعليمات الامن ال 10,000 ان شاء الله يكونوا متواجدين يقودوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله الدخول والخروج يكون فيه سلاسه وسهوله كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي هو سند فريق النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه. بشكرك جدا على المعلومات اللي تابعناها معاك من خلال هذه المشاركه معانا، زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتابع لاستعدادات ولمعسكر الفريق السابق على المباراه او الايام الاخيره او اللحظات الاخيره من استعدادات الفريق للجوله الافريقيه غدا من برج العرب. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. كتير امدنا بيها كريم في هذا الحوار وهذا الاتصال، وطبعا كلها معلومات مهمه جدا عن الاستعدادات، عن امور تتعلق بالجمهور والامور التنظيميه اللي هنعرف عنها بعد قليل مع حضراتكم ربما تفاصيل اكتر من احد المسؤولين عن الامور التنسيقيه والترتيبات والامور التنظيميه الخاصه بالمباراه. معانا على الهاتف الكابتن هيكون معانا الكابتن حماده شادي من منسقي هذا اللقاء، من المسؤولين عن تنسيق وتنظيم هذا اللقاء، وهيمدنا طبعا بكل المعلومات المطلوب ان الجماهير تبقى على درايه كامله بيها قبل هذا اللقاء لتسهيل المهمه على الجميع والتنسيق والوصول لافضل شكل وافضل سيناريو ممكن يتعلق بوصول وتوافد الجماهير على برج العرب وايضا على ملعب المباراه والدخول والخروج والتحرك وكل الامور اللي بتحتاج تنسيق على المستوى الاداري والتنظيمي والامني لهذه المباراه. بس قولا واحدا عشان بس تعليقا على هذا الامر، انه للاسف في بعض الاجتهادات بتكون غير دقيقه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في بعض وسائل الاعلام، اما عن طريق الخطا بشكل غير مقصود او لغرض في نفس شخص او مجموعه اشخاص، ناس بتفتعل ازمات من لا شيء او بتحاول تثير زوبعه في فنجان بلا اي داعي، لان الحقيقه الموقف معلن بيعبر عنه طبعا اكبر مسؤول رسمي في النادي الاهلي هو رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، واللي وجه كلمه وذيعت على الملأ للراي العام الرياضي المصري والعربي وجمهور الكره، مش بس على مستوى جمهور الاهلي، كل الجماهير المصريه والعربيه، وبيؤكد فيها حرص النادي الاهلي ورغبه النادي الاهلي في ادراك الجماهير لدورها واهميه هذا الدور ووعيها ومساعدتها للامن ومساعدتها للمسؤولين في الانديه لنجاح التجربه في عوده الجماهير. بالعكس الحسابات بتقول كلنا، النادي الاهلي بيؤكد اي نادي في مصر او في المنطقه العربيه اكيد يسعده ويطمئنه عوده وتدفق الجماهير الى الملاعب والاستادات، لان ده له تاثير على الاستثمار، على الاتجاه الى انشاءات رياضيه بمليارات وبتتكلف الكثير، منظومه التسويق والبيع والشراء والحضور الجماهيري وحجم حتى الاهتمام الصحفي والاعلامي بيتاثر بمدى التجاوب والحضور الجماهيري في اللقاء. اكيد دي تجربه مهمه كلنا هنسعد بنجاحها ان شاء الله، وبيبذل كل نادي وفي مقدمتهم النادي الاهلي جهود ضخمه جدا عشان الاستادات تمتلئ وملاعب الرياضه تمتلئ وبشكل خاص كره القدم بالجماهير. فاعتقد ان المنطقي والبديهي والمؤكد من خلال تصريحات رئيس مجلس الاداره والمسؤولين في النادي ان الكل بيرغب في الالتزام في عدم الخروج عن اللائق، في ان كلنا نؤدي بالشكل المطلوب منا ونتكامل مسؤولين في الاتحادات الرياضيه وفي الجهات الامنيه وفي الاستادات وفي ادارات الانديه وفي الجماهير نفسها والعناصر او روابط هذه الجماهير والشخصيات المؤثره فيها اللي بتقود مجموعات من أصدقائها أو من محبي الأندية بشكل خاص جمهور الأهلي، الكل مطلوب منه هذا التواصل. فأي كلام يناقض هذا الأمر أعتقد أنه مش منطقي ومش معقول، يعني حساباتنا كلنا أعتقد منطقيا بتقول كده. فإحنا بس بنتمنى أن كل شخص بيقول معلومة يتأكد من دقتها قبل ما ينشر هذه المعلومة، يتحرى الدقة ويتأكد أن ده صحيح قبل ما يتفاعل مع الخبر أو يتأثر به أو ينقله لآخرين. هنتكلم عن مجموعة أخرى من الأمور الخاصة بالترتيبات، احنا وقفنا مع أخبار النادي الأهلي واستعداده لهذه المباراة، عندنا كمان أخبار كتيرة بتتعلق بالمسابقات المحلية. إعلان عن انطلاق الدوري العام نسخة هذا الموسم يوم 31 يوليو الجاري بمباريات الأندية المشاركة في البطولات العربية وعلى رأسها الاتحاد السكندري والزمالك حتى تستطيع خوض جولتين بالدوري قبل افتتاح مشوارها في البطولة العربية.
أعلنت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين عن انطلاق الدوري العام رسميا يوم 31 من الشهر الجاري. بيلتقي في هذا الإطار الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب في الجولة الأولى، ويلعب الزمالك مع بتروجيت، والأهلي مع الإسماعيلي في نفس الجولة. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على استاد السلام بالقاهرة بعد موافقة الأمن. وفي المقابل قررت اللجنة إقامة مباراة الإياب بين الفريقين في الدور الثاني في الإسماعيلية، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفرق. وفي حال رفض الأمن سيكون الإسماعيلي مطالب بتحديد الملعب أو بيختار ويطلب الملعب البديل لاستقبال واستضافة هذا اللقاء. وتأكيدات أيضا كان في تهنئة موجهة من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم وبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز اللي حققه المنتخب الفرنسي. طبعا نتيجة كبيرة مقارنة باللي احنا معتدين عليه لأرقام وعدد الأهداف في مباريات الفاينل دايما في كأس العالم لكرة القدم. الفوز 4-2 في المباراة النهائية في كأس العالم 2018 على حساب المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم لكرة القدم. وتبادل التهنئة مع الرئيس الفرنسي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتقط الجميع طبعا الصور واللقطات التذكارية. الانتاج الحربي بيواجه نجوم المستقبل وديا يوم الاربعاء القادم. استقر المسؤولين في نادي الانتاج الحربي على اقامه مباراه وديه مع نظرائهم في نجوم المستقبل يوم الاربعاء المقبل استعدادا للموسم الجديد. والانتاج الحربي خاض عدد من المباريات الوديه استعدادا لانطلاق هذا الموسم، ودي بتبقى فتره مهمه. تجربه اللاعبين الجدد، الصفقات الجديده المنضمه لاي فريق، تجربه العناصر الموجوده، مدى استيعابهم للاستعدادات او طرق اللعب اللي هيخوضوا بيها الدوري في الفتره القادمه، خصوصا الانطلاقة أو المباريات الأولى بالنسبة لأي فريق بتبقى مؤثرة جدا في مشواره بشكل عام في الدوري. لأن في فرق لو تأخرت في بداية الدوري ما بتقدرش تتدارك الأمر أو تصلح الأمور وتستعيد فارق النقاط طبعا اللي بيجنيه للآخرين لو تأخرت عنهم أو لو تعرضت لهزائم أو تعادلات كثيرة. عشان كده الفرق دايما بتحاول تقدم أفضل ما عندها حتى لو الفريق ما بيبقاش أجهز حالاته الفنية أو في التوب فورم إلا بعد فترة وبعد عدد من المباريات، لكن بتبقى الروح القتالية عالية جدا لأن كل فريق بيشوف أن دي فترة ممكن يضمن من خلالها أنه بنسبة كبيرة يقرب من هدفه في الدوري، سواء كان المنافسة على اللقب أو ترتيب معين إدارة هذا النادي أو ذاك بتطلبه من الجهاز الفني واللاعبين، وبيكون أمر متفق عليه حتى لو مش مشروط عليه في التعاقد رسميا. وأيضا النصر للتعدين بيشكو طبعا بعض الجهات في خلافات وفي شكاوى للنيابة بعد التوقيع للمصري. تمت الشكوى أو وجهت الشكوى من النصر للتعدين بشأن هذا اللاعب إيزي إيميكا بعد التوقيع للنادي المصري. وتقدم عمرو التوخي رئيس نادي النصر للتعدين بهذه الشكوى رسميا للنيابة، حملت رقم 7946 ضد هذا اللاعب النيجيري اللي وقع على عقود الانضمام للمصري البورسعيدي. وقدم التوخي مذكرة للنيابة بتحمل شكوى ضد كل من اللاعب النيجيري إيزي إيميكا ووكيله نادر السيد ووكيله غير المعتمد أيضا، وبالإضافة لرئيس لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة والنادي المصري البورسعيدي والموظف الإداري بنادي النصر للتعدين ومسؤول السيستم في نادي النصر للتعدين. وحننتهي إلى أو حنتابع في الأيام الجاية ما تصل إليه أو تنتهي إليه هذه الشكاوى والقرارات أو النظر إليها وأي جهة هيثبت أنها صاحبة الحق في هذا الخلاف. توقفنا مع مجموعة كمان من الأخبار المتعلقة بالمسابقة بشكل عام وبانطلاق أو التحضير في الأيام الأخيرة اللي هتسبق انطلاق الدوري الممتاز، اللي بيؤكد كل المسؤولين في اتحاد الكرة أنه هيكون استثنائي وأنه عليهم أعباء ضخمة جدا نظرا لضيق الوقت. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. مساء الخير يا أستاذ عامر. خير حمد، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. انا اسعد والله، شرف ليا. كابتن عامر، يا ريت تقول لنا سريعا، معلش هنطلب منك تكرر لنا ده عشان الجمهور يبقى بس مستوعب الفكره، انكم قلتوا اكتر من مره على لسان حضرتك وغيرك من المسؤولين في الاتحاد ان هذا الموسم استثنائي جدا وان فيه ضغوط كبيره قوي على اتحاد الكوره، عايزين نوضح للناس ليه الموسم ده تحديدا. ان الاتحاد الافريقي هو اول ما اعلن ان الموسم ده مرحله انتقاليه، اعلن من سنه الكلام دوت علشان يبقى بطولتين الانديه ابطال الدوري والكونفدراليه يبقوا في شهر 8 لغايه شهر 5 تبقى للاجنده زي الدوريات الاوروبيه كلها بطوله اوروبا. والناحيه الثانيه عمل بطوله امم افريقيا حضرتك عارف من سنه ان هو خلاها في الصيف ما بقتش في يناير عشان تبقى بعد بطولات الدوري بالنسبه لنا.
فبالتالي هم موضوعين او مرحلتين الاتحاد الافريقي عملهم في موسم واحد اللي هو الموسم ده. يعني احنا الموسم اللي فيه مباراه الاهلي ومباراه الاهلي والمصري الموسم اللي فات بطوله افريقيا اللي هو هيكملها تنتهي شهر 11 الاتحاد الافريقي عمل الجديده قبل ما تنتهي البطوله دي شهر 11 بقى وقال ان هو اللي هيوصل النهائي مش هيلعب الدور ال 32 يلعب الدوري المجموعات على طول عشان يدخل بطوله على طول. فبالتالي عدد المباريات اللي بيلعبه الاتحاد الافريقي اللي هو 18 مباراه تقريبا اللي كان بيلعبها من شهر 2 دخل شهر 11 وبعدها كاس العالم الانديه شهر 12 هيعملها في 6 شهور من شهر 11 لشهر 5 ضغطها. فبالتالي عدد المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي والنادي المصري اللي هم مشاركين في البطوله بتاعت الموسم اللي فات والموسم الجديد مع النادي الاهلي مشارك في البطوله العربيه يبقى مجموع عدد المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي ان شاء الله لو وصل للنهائي في البطولات ديت يوصل ل 73 مباراه. 73 مباراه تخيل عدد طبعا غير طبيعي. عدد ضخم جدا. مع خمس مباريات للمنتخب الوطني الاول اجنده رسميه لتصفيات امم افريقيا اللي هي الموسم اللي جاي اللي هتتعمل في شهر 6 فطبعا عدد كبير من المباريات خصوصا ان المنتخب هيبدا عنده مباراه في شهر 9 بتاعت النايجر عنده مباراه في شهر 10 سويسلاند ذهاب وعوده مباراتين في 8 ايام تصفيات الامم الافريقيه وفي شهر 11 عنده مباراه تونس من يوم 12 ل 20 اجنده والمباراه الاخيره الخامسه بتاعت النايجر في شهر 3 من 18 ل 26 طيب كابتن عامر هل متفائلين مع الضغوط دي كلها اللي شرحتها لنا دلوقتي انكم هتقدروا تديروا النسخه دي من الدوري بشكل جيد؟ هل اعديتوا انتهيتوا من اعداد كل التفاصيل ولا قلتوا نعلن عن موعد البدء وتبداوا ويحصل بعد كده تباديل وتوافيق والبطوله مستمره بصراحه؟ لا التبادل والتوافير بتحصل بناء على مشوار الانديه المشاركه في البطولات. يعني احنا حضرتك وانت بتحط الجدول دلوقتي انت حضرتك عارف الاهلي هيعمل ايه؟ هيوصل النهائي ولا هيخرج من الدور؟ لا تعلموا ما تعرفوش طبعا. حضرتك عارف المصري هيعمل ايه؟ محدش يعرف برضه. حضرتك عارف الموسم الجديد او البطوله الجديده النسخه الجديده في بطوله افريقيا شهر 11. حضرتك عارف في انديه بتلعب في الدور التمهيدي الاتحاد الافريقي ما اعلنش لغايه دلوقتي عنها مين هيلعب في التمهيدي؟ مين هيلعب ال 32؟ فده بيفرض عليكم اعاده ترتيب بعض المواعيد وحسابات ثانيه طبعا. بيحصل مؤجلات بس المؤجلات انت مش عامل عددها لغايه دلوقتي ما تعرفهاش وانت بتحط المسابقه. بالتالي في حاجه ثانيه الاتحاد الافريقي بيقول لك اللي يخسر من ابطال الدوري بيلعب الملحق الافريقي مع الفائزين من الكونفدراليه. انت مش عارف مين اللي هيخسر مين اللي هيخسر وهيلعب من الملحق وده يفرق معاك مباراتين ومين اللي هيوصل على طول على دوري المجموعات. طيب كابتن عامر بتستقبله معاك اتفضل. هيوصل النهائي هيوصل النهائي في البطوله الافريقيه ما يلعبش الدور ال 32 يخش على دوري المجموعات على طول فلازم تعرف الاهلي هيعمل ايه. فده كله مؤثر في ترتيباته في جدول البطوله كل ديت بعد المباريات مؤجلات موضوع مش سهل. اوروبا سهله في ايه بقى؟ انه بيلعب سبت وحد البطوله بتاعته الدوريات كلها كويس بعدين بيعمل اوروبا 3 و4 وسط الاسبوع فاللي هو اللي خرج خلاص هو بيلعب مثبت جدوله لكن الفرق ايه؟ انه بيروح ساعتين يلعب ويرجع. طيب كابتن عامر عايز اسالك على حاجه مهمه. طيران بتستقبله ازاي لما بتسمعوا ان في صحفي عمل مداخله في قناه اي قناه رياضيه وهاجم اتحاد الكوره وقال يا جماعه احنا بنلاقي اتحاد الكوره بيشتغل كل موسم في الايام اللي بتسبق الموسم كانه ما كانش عارف ان في دوري هيبدا في الميعاد ده وكل التفاصيل اللي اكيد حضرتك والمسؤولين في الاتحاد سمعتوه اكتر من مره، هل شايف ان ده كلام في تجني على الاتحاد؟ هل في مواقف متعمده ضد الاتحاد ولا بتجد بقدر ما انكم بتبداوا تحضير متاخر شويه عن المتعارف عليه او اللي المفروض يحصل؟ انا من قبل الموسم اللي فات ما ينتهي بشهر قلنا هنبدا الدوري في اوائل 8 1 8 3 8 على حسب كان المباريات بتاعت البطوله العربيه تتحدد امتى. فبالتالي احنا محددين بدايه الموسم من السنه اللي فاتت. لما الاتحاد الافريقي شهر 5 مطلع الاجنده وقال في مرحله انتقاليه من سنه. انما ما قالش هتبدا امتى والاجنده امتى والمواعيد امتى هيحددها. فبالتالي طبعا لا الموضوع صعب وبعدين نمره 2 والله الجدول موجود الاجنده موجوده وعدد المباريات اللي بيقول حضرتك عليه 73 مباراه مثلا للنادي الاهلي. لو عايز تلعب اربع مباريات في الشهر او خمس مباريات في الشهر. اضربهم في كم يوم يعملوا كم شهر؟ هتبقى محتاج 13 شهر 14 شهر. صحيح. المفروض اللي بينقد يقول الكلام دوت يعرف ان ظروفنا مختلفه عن البطولات الاوروبيه ما تقدرش تقارن بين النادي الاهلي مثلا هيروح يلعب بره
عايز اربع ايام خمس ايام قبلها، لان هناك ما فيش طيران منتظم في بلد معينه. بينزل نيجيريا بياخد ثلاث ساعات اتوبيس عشان يروح البلد اللي هيلعب فيها عشان الطيران الداخلي مش فده احيانا بيخليكوا تدوله فتره توقفات بالنسبه له او غياب عن الدوري لمده اسبوع كامل عشان مباراه واحده. حضرتك لما الاتحاد الافريقي يلعب مباراه جمعه وسبت ويحط بعدها جمعه وسبت ثاني هيلعب في وسط الاسبوع امتى؟ مفهوم مفهوم. يلعب يروح ساعتين يلعب ويرجع. وضحت. في افريقيا يقول لك 17 ساعه طيران. وضحت وجهه النظر يا كابتن عامر. بقى اننا قبل ما نختتم الحديث معاك نسالك عن رايك في كل ما يثار عن رغبه الراي العام والجماهير والمسؤولين في الانديه عن ملء الاستادات بالجمهور مره ثانيه. احنا وصلنا لفين في الملف ده والشكل اللي هنبدا بيه الموسم اللي انتهيته الى التنسيق مع الجهات الامنيه ومع ادارات الانديه على ان ده العدد اللي هيبدا من بدايه الموسم من الجماهير بالحضور طبعا. طبعا ده اهم سؤال طبعا. انما انا ما بحبش اخش في موضوع الجمهور من بعد الدوري ما رجع من 5-6 سنين، لان كل كلام بتصورات. الناس كلها بتحلم ان الجمهور يرجع، الناس كلها بتعمل تصورات، بيعملوا ورش عمل. انما انا ما بخشش الحاجات دي الحقيقه، انا ما بضيعش وقت. في الاخر هو قرار امني، هو لا يحدد كلام طلع قاله من الاتحاد الافريقي، قال لازم 80% من ساعه المدرج في مباراه الاهلي بتاع بكره، ورأينا برضه ان الامن يقول لا 10,000 رغم ان الاستاد بياخد 80,000. فكل الموضوع ده موضوع امني. لما الامن ياخد القرار النهائي بعدد الجمهور، عشان كده انا في الشروط اللي هتطلع بكره قلت للانديه ايه؟ هنوافيكم بعدد الجمهور اللي هيحضر لما تيجي التعليمات الامنيه. لان مهما احنا هنتكلم وهنقول في معلومات الامن هو اللي عارفها، في الاخر قرار امن. ولا قرار اتحاد ولا قرار نادي ولا قرار حد خالص. هو في الاخر يقول لك العب ب 4,000 هتلعب 4,000، خش 500. بشكرك على صراحتك يا كابتن عامر، بشكرك على صراحتك في اجابه السؤال ده، وان شاء الله تكونوا موفقين رغم الضغوط اللي اشرت اليها في بدايه الحوار. وبشكرك جدا على المشاركه معنا في الحوار كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان البدايه تكون موفقه وان الامور تنظيميا والتغييرات اللي اشار كابتن عامر الى ان ارتباطات الفرق المصريه اللي هتكمل ان شاء الله في البطولات الافريقيه هتفرضها على جدول الدوري انه يكونوا كمان موفقين في وضع سيناريوهات بديله بافضل شكل ممكن يساعد على استمرار او استقرار المسابقه وعدم تاثرها بشكل سلبي. بشكرك جدا مشاركه معنا كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. مشاهدينا هنتوقف مع فاصل قصير ونستقبل ضيفنا النهارده، نجمنا النهارده ونجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن فوزي سكوتي، ونتكلم باستفاضه عن رؤيته لمباراه الغد وتوقعه لطريقه اللعب ولكل الامور الفنيه اللي متوقع ان يخوض بها فريق النادي الاهلي هذا اللقاء. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم ليله مباراه الاهلي وتعنشيب بطل بوتسوانا في البطوله الافريقيه وفي ثالث جوله للاهلي في دوري المجموعات. ان شاء الله يكون فريقنا موفق في مباراه الغد ويبدا في حصد النقاط وتكون انطلاقه الاهلي للفوز بالمباريات القادمه والعوده للمنافسه بقوه على اللقب الافريقي. اسمحوا لي قبل ما نتابع بعض التفاصيل عن موقف الفريقين في المجموعه وعن مباراه الغد واهميتها بالنسبه للفريقين وبشكل خاص جدا باهميتها من وجهه نظر الجهاز الفني ونجوم ولاعبي النادي الاهلي، نرحب في بدايه هذا اللقاء بضيفنا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا كابتن فوزي سكوتي. مساء الخير يا كابتن. كابتن محمد مساء الخير. اهلا بحضرتك وبنسعد بوجودك معانا. اهلا بيك، وانا سعيد ان انا معاك في الحلقه دي النهارده، ويا رب يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله. نبدا مع حضرتك ومع مشاهدينا بمتابعه هذا التقرير. على قدم وساق يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجادة خلال معسكره الحالي بالأسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء أمام تاونشي برولارز بطل بوتسوانا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا
التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها من جديد، ومن ثم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. سادت حالة من التفاؤل في الساعات الأخيرة من معسكر الأهلي بين الجهاز الفني واللاعبين. رفع الجميع شعار لا بديل عن الفوز لعدة أسباب، على رأسها الإبقاء على أمل التأهل لدور الثمانية الإفريقي، خاصة وأن الفريق يمتلك كافة مقومات النجاح وتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها في البطولة الإفريقية. ينتظر غدا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جني ثمار معسكر الفريق الأخير في كرواتيا، الذي كان مثاليا. ازدادت حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى وتفاهم الجميع بدرجة كبيرة للفكر الذي ينوي كارتيرون الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة. لا شك أن الفوز على تاونشيب في الجولتين المقبلتين ستقربان المارد الأحمر من الهدف الذي يمضي نحوه، وهو الأمر الذي سيجعل الفريق في أعلى درجاته المعنوية قبل انطلاق مهمة الدفاع عن بطولة الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي، والذي سينطلق في أغسطس المقبل، والذي يستهله الفريق بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي. الأمال والطموحات معلقة على لاعب الأهلي الرجال الذين تظهر معادنهم دوما في الشدائد. لم يتبقى سوى أن نرفع أيدينا إلى السماء والدعاء لفريقنا أن يحالفه التوفيق فيما هو قادم. كابتن فوزي سكوتي، كيف ترى أهمية هذا اللقاء في ضوء ما وصل إليه الفريقين في الجولة الثالثة، النقاط الموجودة، نتائج المباراتين السابقتين بالنسبة لكل فريق، الدوافع ورغبة كل فريق في الفوز بشكل خاص؟ طبعا النادي الأهلي دائما أبدا بينافس على أي مباراة أو أي بطولة بيشارك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، يمكن المباراة بكرة مهمة جدا للنادي الأهلي، أول اختبار للمدرب الجديد، مدرب المدير الفني، وأتمنى له باتريس كارتيرون، أتمنى له إن شاء الله التوفيق. حضر فترة إعداد كويسة، ده الميزة اللي أنا بنقولها، إن المدرب لما يجي يمسك فرقة ما بيدخلش عليهم في وسط الموسم، دخل عليهم في قبل بداية الموسم، شاف اللعيبة اللي عنده، طلع بيهم معسكر. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بمدير أعمال الكرة طلع بيهم معسكر في اسكندرية، كان جميل. طلع بعد كده سافروا لكرواتيا وكان وشهم حلو على كرواتيا، وصلت نهائي كأس العالم، يعني ما حصلتش قبل كده. فحضر الفترة إعداد، شاف اللعيبة كلها، دخول مدرب جديد على فرقة زي النادي الأهلي بيدي اللعيبة كلها إن هم كل واحد عايز يطلع اللي عنده تاني، يعني حتى اللعيبة اللي هم الكبار برضو كل واحد عايز يوري الراجل اللي جه أنا مين. كل لاعب يبقى عنده حافز، عنده حافز، عنده فرصة، يبقى أنا لو أنا عايز أثبت أوري له إن أنا راجل لعيب قوي، أنا راجل أساسي، أنا راجل يعتمد عليا، درجة لياقته ودرجة الأداء والموهبة الفنية اللي عنده الموجودة. فالمشوار بتاع الأهلي يا أستاذ محمد، لما نشوف النادي الأهلي، النادي الأهلي لعب ماتشين، تعادل في مباراة، خسر مباراة عنده نقطة واحدة، وتعادل في مباراة، دي يعني ما بتحصلش مع النادي الأهلي، يعني أول مرة نشوف النادي الأهلي بيخسر ويتعادل ماتش، يعني عنده نقطة واحدة. لما نشوف الفرقة التانية، لقيت الترجي لعب ماتشين، فاز في واحدة ويتعادل في واحدة، وعنده أربع أهداف وعليه هدف، وليه عنده أربع نقط. فيبقى الترجي ده من الفرق اللي بتهدف، عندها فرقة كويسة. الكامبالا سيتي برضه لعب ماتشين، فاز في واحد وخسر واحد، وعنده هدفين وعليه هدف، وعنده ثلاث نقاط. تاونشيب الاهلي هيلعبوا بكره ان شاء الله، لعب ماتشين، فاز في ماتش على كامبالا سيتي وخسر ماتش من الترجي الرياضي 4-1. يعني ده معناه بيدينا دلاله يا كابتن محمد، لما نيجي نحلل كده الجدول بتاع النادي الاهلي، ان فريق تاونشيب يعني لما كسبت كامبالا سيتي، فرقتين مش عايز اقولهم ضعاف، لان مفيش حاجه اسمها في الكوره ضعاف. ادينا شفنا كاس العالم، وشفنا ان الفرق اللي هي ما كانتش محطوطه في اللي هي التصنيف اللي هو اللي يكسب كاس العالم خرجوا. فدي كانت فبتدي انطباع دلوقتي ان اي فرقه انت بتلعبها نهايه النتيجه هي اللي بتحكم عليه. فتاونشيب ان شاء الله النادي الاهلي لو فاز بكره هيبقى عنده يكسب 3 بونت، يبقى عنده 4 وعنده نقطه، يبقى عنده 4 بونت، يبقى هيدخل مع الترجي الرياضي، لان الترجي هيلعب كامبالا سيتي. وانا اعتقد ان يعني لو في مفاجآت، لو كامبالا سيتي فاز على الترجي يبقى في صالحنا، تبقى احسن لينا،
لان الترجي لو فاز هيطلع 7 بونت. لكن لو مش عايز حضرتك مش عايز فريق يبعد عن انا عايز الاهلي بس عايز الاهلي يبقى قريب من باقي المنافسين كلهم مفيش فريق ربنا يوفقه نقاط كبير ربنا يوفقه ويحصل احنا نمشي خطوه خطوه انا عايز دلوقتي هلاعب تاونشيب هلاعبه هنا ويوم 28 اغسطس برضه هلاعبه هناك يعني هلاعبه الماتشين نفس الماتشين يعني نفس الفرقه وبعد كده هطلع هلاعب الفرقه الثانيه كامبالا سيتي وبعد كده هلاعب الترجي طيب احنا قدام حاله الاهلي المفترض بكل المقاييس الفنيه بالحسابات بالخبرات بمستوى اللاعبين نتائجهم السابقه افضل كفته ارجح وبحسابات هذه المجموعه تاونشيب بيخوض هذه المباراه وهو متفوق على الاهلي في جدول الفرق في الترتيب وفي النتيجه حتى الان وعدد النقاط شايف المنافسه ازاي في اللقاء لا ان شاء الله بكره يعني النادي الاهلي مع وجود جماهير النادي الاهلي مع وجود مدرب جديد هيدي دفعه جامده جدا للاعيبه النادي الاهلي ان احنا لعيبه اهو احنا النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي زي ما عودونا ان لما بيوقفوا في وقت شده بيثبتوا وجودهم فاحنا نتمنى ان النادي الاهلي اداء اللعيب مستر كارتيرون نشوف فكره ايه الناس هتتعرف على الفكر الفرنساوي بقى الاداء ايه هيبقى ايه اداء اللعيبه هل هيفضل زي ما هو هل هو هيتغير هل درجه اللياقه زي ما شفنا كاس العالم بقت درجه اللياقه استاذ محمد درجه اللياقه البدنيه نمره 1 وبعد كده القوه الجسمانيه وبعد كده المهاره الفرديه فالمهاره الفرديه جت في الاخر اللي احنا شفنا النجوم ميسي ورونالدو ومحمد صلاح ونيمار من ضمن محمد صلاح من ضمن النجوم الكبار يعني ان هم خرجوا ما كملوش لنهايه كاس العالم فثبت ان اللعب الجماعي اللي هو النادي الاهلي هيعتمد عليه في الفتره الجايه اللعب الجماعي هو اللي بيميز النادي الاهلي زي ما كنا شفناه في نص الدوري كده لما الاهلي كان طالع من بطوله افريقيا وكان متضايق انه ما خدش بطوله افريقيا وبعدين دخل على الدوري وخد ماتشات كتيره جدا وثبت ان هو النادي الاهلي برضه وفاز بالدوري كان الاداء الافضل اداء جميل التيم ورك كان الافضل كان سرعه الايقاع اداء جماعي كل النقاط قالوا كانت الافضل او الاسرع واداء جدا يعني وبعدين حصلت ظروف النادي الاهلي حصل كده طب هل القائمه متكامله من وجهه نظرك كابتن فوزي هل الصفوف متكامله بعد اعلان قائمه الاهلي للمباراه هل شايف ان الجهاز الفني بيمتلك اوراق كافيه في كل المراكز يعني توفر له اللي هو عايزه من اجل تحقيق الهدف ونقاط المباراه دي ما انا بقول لك يا استاذ محمد فعلا يعني انا مبسوط جدا ان المدرب جه استلم الفرقه بدري وشاف اللعيبه كلها اللي عنده اللعيبه اللي موجوده وفي لعيبه مشيت اعاره وفي لعيبه موجوده اللعيبه اللي موجوده هم الاسامي برضو لو احنا رجعناها هم الاسامي اللي موجوده في القايمه اللي هي بتاعه بكره اللي هيعتمد عليهم مستر كارتيرون ان هم دول اللعيبه اللي جاهزه اللعيبه الاساسيه مش عايز اقول الاساسيه اللي هم اللعيبه الكبار بتوع الفرقه قوام الفرق الاساسي اصحاب الخبرات اصحاب الخبرات لان انا محتاج بكره ان شاء الله ان يبقى في فوز مفيش تعادل مفيش هزيمه طب حضرتك كنت من نجوم خط الهجوم في مرحله من المراحل في تاريخ النادي الاهلي واكيد بتميل للطابع الهجومي دايما في اداء اي فريق خصوصا لما بيبقى عنده طموح بحجم النادي الاهلي ايه الطريقه اللي تتمنى تخوض بيها اللقاء ده في اكتر من بديل والنهارده المدير الفني كارتيرونكا بيقول في المؤتمر الصحفي انه اعتمد في المعسكر سواء داخل او خارج مصر اكتر من طريقه لعب هيعتمد عليها ويغيرها حسب مستوى وطريقه اداء المنافس تتمنى الاهلي يبدا المباراه دي ازاي الكلام اللي قاله ده كارتيرون فعلا جميل ان انا ممكن اغير طريقه اللعب وانا في وسط الماتش في بدايه الماتش انا مش كل حاجه اللي مثلا نلعب 4-2-3-1 ما مش لازم يعني كل الفرق في مصر بتلعب بنفس الطريقه ليه هي دي مثلا يعني قايمه او قران مثلا أو هي الطريقه الوحيده دي الطريقه اللي موجوده ده انا بالعكس ده انا ممكن يعني النادي الاهلي بقوام الفرقه اللي عنده باللعيبه اللي عنده الاساسيه انا ممكن اغير احنا شفنا اتعلمنا لما بنقعد يا كابتن محمد احنا المفروض بنشوف الفرق كلها وشفنا جميع المدربين على مستوى العالم كل واحد بفكره انت بتشوف بيلعب باداء ازاي الاداء اللي هو عجبنا جدا ان الفرقه كلها بتهاجم مش كلها بتهاجم يعني بيطلعوا مع بعض ويرجعوا كلهم مع بعض يدافعوا مع الفرق الكبيره الفرق اللي وصلت بلجيكا لعبت كده وكرواتيا لعبت كده لعبت قصاد الفرقه القويه حتى مع فرنسا وفرنسا كمان لقينا برضو انه زنقوا فرنسا فتره وكرواتيا هي اللي ضغطه لو حصل نصيب ولما يعني ضربه الجزاء اللي جت ان ربنا يستر ما يعملوش الفيديو عندنا لان هيبوظ الدنيا عندنا كله هيعترض وكله هيجري بقى ويقول لك اعاده ومش اعاده هو حلاوه الكوره بالحكم شافه
حتى لو اخطا في بعض حتى الأحيان. لو اخطا لان انا وانت قعدنا يا كابتن محمد قدام الفيديو وعدنا الكره انت ليك راي وانا ليا راي. لا ممكن حضرتك تبقى بتتفرج على مباراه بتتابعها مع اصدقائك وتختلفوا حتى في الاعاده بالسلو موشن بنشوفها 50 مره ومش قادرين تشوفوا الكره دي بينالتي ولا لا بنشوفها 10 مرات 15 مره فاحنا إعادة. ساعات الناس بتقصوا على الحكام احيانا وهو خد قرار في جزء من السنة. ده هو شافها في لحظه وممكن يكون اللعيب واقف قصاده او في زاويه مش واضحه في زاويه مش باينه يعني الكره اللي جت في ايد الباك يعني هو ما كانش يعني هيشوف ازاي الحكم صعبه جدا بالزاويه بتاعته. طب دي من الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها من شويه وطرحنا السؤال ده عشان نعرف راي مستر كارتيرون بالنسبه للمباراه دي او توقعاته، هل متخوف من الحكام ولا لا، هل منشغل بالقضيه دي ولا لا. كنا بنناقش ده مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي ومتابعته المعسكر للفريق واستعداداته في برج العرب. هل حضرتك متخوف من مستوى التحكيم في البطوله؟ وبنشوف اخطاء بتقع في مباريات واحيانا بتكون مؤثره، ما بنفترضش هي متعمده ولا لا، بنقول دايما ان الخطا وارد يعني البشر الحكم وممكن يخطئ زي اي حد. هل شايف ان عندنا ضعف حقيقي او مشكله حقيقيه في مستوى التحكيم في الدوريات الافريقيه ولا شايف ان الامور ومؤشراتها بتتحسن؟ بيحصل والاهلي يعاني يا كابتن محمد فتره من برضه خسر بطولات من نفس التحكيم. بس انا اقول لحضرتك حاجه، انا كلاعب كوره لما بلعب في النادي الاهلي بقوام النادي الاهلي خلص الماتش بدري، خلص سهل الماتش عليك، ما استناش لما الشوط الاولاني يعدي من غير ما نكون محرز هدفين او ثلاثه، بقى ريح الدنيا، قاود بقى فاول مش عارف ايه، ما اقعدش اتلكك على الحاجات البسيطه دي، لا انا العب واخلص الماتش. يبقى الحكم خلاص يعني الحكم على فكره يعني الحكام دلوقتي يعني متشافه، كان زمان لا ايامنا احنا كان الحكم ممكن يحكم ماتش الماتش مش مذاع، فالحكم بيعمل مصايب ومحدش بيراجع عليه، حتى مراقب المباراه لما بيحضر ولا حاجه كله خلاص. فانت لما بتيجي تلاحظ ان دلوقتي كل الحكام بتتشاف في الماتشات وبتتقيم فعلا، وشفنا الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي خد قرارات ضد حكام افارقه. فدلوقتي العمليه بقت كل حكم خايف على نفسه، كل حكم عايز يوصل، عايز يشوف بيقدم، ما يهموش بقى الفرقه دي تكسب ولا الفرقه دي تكسب. لكن احنا كنا شايفين على الشاشه واحنا بنسمعك دلوقتي يا كابتن فوزي الثلاثي، ثلاثي حراس المرمى بيتمرنوا بيتبادلوا التعليقات بابتسامه جميله، مع في نفس الوقت تركيزهم وتحركهم حسب تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني وتدريبات اللياقه حتى في الملعب قبل المباراه. هل شايف ان ده من القطاعات او من المناطق في الفريق اللي هتشهد منافسه وان كل حارس بيقدم نفسه من جديد مع وجود جهاز فني جديد، ولا شايف الامر الفتره دي مع تالق الشناوي ومشاركته بشكل اساسي مع منتخب مصر الاول في نهايه كاس العالم تحسم الامور لصالحه رغم ان في شريف اكرامي عنده خبرات كبيره؟ هو طبعا يا كابتن محمد المدرب بيتفرج على اللعيبه كلها، بيتفرج على الاجوان بالذات كمان الثلاثه اللي موجودين، بيقيمهم بيصنفهم هو، وبعد كده بيبدا ولازم بيعتمد برضه على الاثنين التانيين. يعني كابتن مصطفى كمال ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله معاهم، هو بيمرن الثلاثه زي بعض بالظبط، مفيش حاجه بقى بيمرن اصل ده هيلعب الماتش همرنه اكتر، الثلاثه هتلاقيهم واخدين الشغل نفسه هو واحد، نفس التدريبات، الثلاثه جاهزين، التوفيق بقى بتاع ربنا ومجهود كل واحد هو ده اللي بيظهر قدامه، يعني كل واحد يعني بيأدوا التدريبات بتاعته. هل تفتكر هيبقى في محاوله جديده من شريف اكرامي بان عنده خبرات كبيره، لكن زي ما قال عنه حتى كابتن احمد ناجي في مداخله هاتفيه بالامس انه تعثر فعلا الموسم اللي فات، واشاد كمان كابتن ناجي بتألق الشناوي، لكن مع احترامنا الكامل لكفاءه ولثقتنا في قدرات علي لطفي كمان كحارس مهم موجود في صفوف الفريق، لكن هل شايف ان الامور هتبدا مرحله جديده وان كل حارس عنده الحافز وعنده الامل في المشاركه، ولا اصبح الامر حاليا ولو بشكل مرحلي او مؤقت محسوم في الفتره دي للشناوي، ولا هيبداوا من الاول يقولوا كل واحد فينا يقدر يكسب ثقه كارتيرو؟ هو المنافسه شريفه بينهم اول حاجه، دي منافسه شريفه، هو زي ما قلت كده يا كابتن محمد بيبقى لصالح الفرقه، اللي بيجتهد واللي ربنا بيوفقه كمان في الماتشات. شريف اكرامي شال النادي كتير برضه فتره كبيره، وبعدين في بعض الاخطاء حصلت، مش معناه ان انا خلاص بقى يعني، لا بيستعيد الثقه تاني وبيدخل وبينافس، ومحمد الشناوي ربنا وفقه ودخل المنتخب. يعني اللعيبه دي كلها واللي علي لطفي معاهم برضو نفس الكلام، كل واحد بيسعى بمنافسه شريفه انه يثبت وجوده للراجل، لان لا قدر الله ممكن يحصل اصابه وانت مش جاهز،
لو انت مش جاهز او لو الحارس البديل مش صاحب خبرات او على نفس المستوى بتعمل دروب لاي فريق لازم يكون الموجودين حتى اللعيبه اللي ما بتبداش الماتشات لازم يكون الدكه بتاعتي جامده لازم دكه يعني ده يتناسب مع طموحات وقدرات النادي الاهلي طبعا. حتى لو الشناوي بيبدا ان الحارس الموجود مع البدلاء يبقى بحجم وخبرات شريف ده لازم يعني انا قدر الله قوه للفريق لا قدر اي حارس مرمى او اي لعيب في الموجود في الملعب لا قدر حصلت له اصابه زي ما محمد صلاح في المنتخب لما جات له الاصابه مين بديل محمد صلاح؟ بيعمل دروب بيعمل دروب جدا جامد وعبال يرجع وعبال يستعيد للياقه بتاعته يستعيد ماتشاته طيب. كابتن فوزي تتمنى الفريق يبدا بكره بالطريقه اللي اختتم بيها الموسم اللي فات سواء في مشاركاته افريقيا ومحليا ثلاث لاعبي وسط مهاجم بيلعبوا بصفه شبه اساسيه ومستمره امامهم راس حربه واحد كان استقر الامر فنيا على انه وليد ازارو كان متالق ولا تتمنى تلاقي في الملعب مثلث هجومي قاعدة المثلث في الأمام قدام حارس المرمى اثنين بنتكلم عن صلاح محسن مروان محسن أزارو وصلاح محسن أو أزارو مروان وتحتهم بلاي ميكر الشكل اللي كان أقدم شوي كان الأهلي بيشارك بيه في عدد كبير من المباريات إيه الأنسب من وجهة نظرك؟ هما طبعا مستر باتريس كارتيرون اتفرج على تاونشيب قطعا شافهم شاف طريقتهم على الطريقة اللي هما بيلعبوا بيها هو هيبدأ لأن هما أنا أعتقد بكرة هيحاولوا على قد ما يقدروا إنه يدافعوا فأنت لازم تضغط عليهم جامد في حين في نفس الوقت بنبدا بنقول 10 دقايق الاولانيين ربع ساعه بشوف الفرق اللي قصادي بختبرها بيبقى كل فريق متحفظ متحفظ ربنا كرمني في اول خمس دقايق في اول لعبه في بتاع طك طك خلصت الماتش العب واضغط بقى اضغط بثلاثه اضغط بالمثلث الهجومي المثلث الدفاعي ممكن تطلب من الجهاز الفني فيها كابتن فوزي انه يبقى مغامر يعني لو هو محتاج هدف ولسه الهدف ده اتاخر وبنقرب من نهايه المباراه هل ممكن في وقت من الاوقات يبقى في ثلاث لعيبه وسط مهاجم وقدامهم اثنين من رؤوس الحرب ايه المانع يا كابتن محمد أصل أنا لازم يعني احنا بنقول ان شاء الله ان الاهلي يفوز بكره عشان انت متاخر قوي هو صحيح لسه ثلاث جولات بعد كده لكن ما اضمنش وان التعادل في المباراه دي ما يكفيش ومش طموح النادي الاهلي ومش ده النادي الاهلي انه نزل فعشان كده هيلعب بكره انا اعتقد هيبدا بهجوم ضاغط على الفرقه اللي قصاده ويخلصوا الماتش بدري وعندنا يعني الميزه اللي في النادي الاهلي ان انا عندي القماشه بتاعت المكسب عندي القماشه ان انا اقدر اضغط عندي القماشه ان انا اقدر ادافع عندي اقدر الجنبين بتوعي يشتغلوا جامد جدا يعني معلول انا بشوف معلول يعني لو بيلعب في نص الملعب متطرف ناحيه الشمال بس لازم يكون حد تحتيه معلول بيطلع بيتقدم وبيعمل اوفرات كويسه جدا احمد فتحي بيتقدم برضه بيعمل اوفرات لازم اديهم المجال ده النادي الاهلي احلى كور العرضيه احنا شفنا في كاس العالم برضه معظم الكور الثابته اجوان بيلعبوا عليها بيتمرنوا عليها وعندهم الاجسام وعندهم الاطوال انا ممكن استغل برضو عندي سعد سمير او ايمن اشرف هيلعب او اللعيب كوليبالي ما شاء الله يعني على الشاشه دلوقتي ما شاء الله طويل قوي دي الاضافات يعني سبقتنا الحديث عن الاضافات على القائمه يا كابتن فوزي هل هي تضيف لقوه الفريق وجود عنصرين زي عوده طبعا نجم الفريق مؤمن زكريا بعد فتره اعاره وانضمامه لمجموعه المهاجمين في الفريق وعوده ايضا او انضمام كوليبالي للفريق تمام عندنا الخبره بقى اللي انت قلتها يا كابتن محمد من شويه عندنا لعيبه خبره لازم استعين بيهم ما اقدرش مثلا انزل لعيبه ما عندهاش خبره لا بستعين باللعيبه الخبره اللي عندي بنزلها اللي عندهم واخدين على الماتشات الافريقيه وعارفين طريقه اللعب الافريقي فعندي مؤمن وعندي وليد سليمان وعندي حسام عاشور وعمرو السوليه كلهم خبره احمد فتحي برده نفس الكلام وخط الهجوم عندك ما شاء الله يعني دلوقتي ممكن اقول لك مروان وليد ازارو جونيور صلاح محسن كلها ما شاء الله كل اي واحد في دول ممكن اعتمد عليه يلعب قصاد فرويد معاه اثنين مش ممكن احط ثلاثه يعني ممكن اغير طريقه اللعب يعني انا شايف ان الفرقه اللي قصادي جبت فيها جونين هدفين وعايز اجيب اجوان تاني ممكن العب بثلاثه فراوده ايه المشكله لكن من وجهه نظرك يا كابتن فوزي كل ما الوقت يمر والاهلي في حاجه الى هدف او اكثر لسه ما تمش احرازهم هيبقى في من قبل الجهاز الفني شراسه هجوميه اكثر في الملعب هيفضل يضغط على الفرقه اللي قصاده مع حظر دفاعي يعني انا مش عايز لان ممكن الكره ممكن يحصل اي حاجه عفوا المقاطعه كابتن فوزي نتوقف مع حضرتك ومع مشاهدينا الان مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وما زلنا معكم في هذا الحوار مع الكابتن فوزي سكوتي نجم النادي الاهلي سابقا. برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن محمد. معلش عفوا، احنا بعد المقاطعه كانت قبل الفاصل كنا بنتكلم عن البدائل المتاحه امام الجهاز الفني وانضمام اوراق للفريق سواء كانت دفاعيه او هجوميه، وجود لاعب يضاف لقدرات الفريق وتم التعاقد معاه زي كوليبالي، او عوده لاعب كان من النجوم اللي تمت اعارتهم في الفتره اللي فاتت زي مؤمن زكريا. هل شايف ان الاوراق اكتر؟ هل عناصر الفريق اصبحت بتدي فرص اكبر للجهاز الفني؟ يعني انا كل ما ادخل عناصر كويسه وعناصر فعلا هتفيد الفريق ده مهم جدا، بتريح المدير الفني، بتريح جماهير النادي الاهلي عامه. يعني انا لما اشوف كوليبالي والطول بتاعه ده، انا ممكن العب عليه الكرانه كلها يسجل منها، من الفاولات كلها من كهيدرز من على 18 كلها، زي ما شفنا في كاس العالم الاطوال ما شاء الله بيستغلوا الطول بتاعهم، بيطلع فوق على طول يحط الكره جول. وفي كاس عالم مش في الماتشات الافريقيه، العناصر اللي بتخش عليا في الفرقه وعناصر مميزه لازم استفيد بالميزه اللي عنده. يعني عنده سريع قوي بهيدرز جامد، الوزن بتاعه العالي طويل جدا بيتفوق على اي حد، ممكن الاقي الديفنس بتاع تاونشيب يعني مش طوال، استغل الفاولات والقرار اخلص بيها الماتش. ارجع لشكل الهجوم، هل تتمنى البدايه تكون براسين حربه يا كابتن فوزي، سواء يعني تحت راسين الحربه لاعب واحد كصانع العاب ولا اثنين ولا اكتر، ولا تتمنى الشكل المعتاد عليه الفريق في الفتره اللي فاتت وان تبقى التغييرات خلال المباراه نفسها؟ تتمنى الفريق يبدا هجوميا ازاي؟ لا انا اعتقد بكره مستر كارتيرون هيلعب باثنين فراوده، لان الماتش ده مش محتاج ان انا استنى، محتاج انا عايز اخلص من بدري. ولو خلصنا فراوده من الفراوده اللي بيلعبوا بشكل صريح كمهاجم صريح قدام، نتكلم عن المجموعه اللي هي ازارو مروان محسن صلاح محسن. اي واحد فيهم، اي حد اثنين هيلعبوا منهم اثنين من الثلاثه دول هيبداوا المباراه. يعني وليد ازارو احنا كنا بنتكلم بنقول وليد ازارو من الهدافين، يعني وجوده في النادي الاهلي برضو اضافه للنادي الاهلي، هداف الدوري السنه اللي فاتت واعتقد هداف الفريق. خطوه موفقه جدا من النادي ومن لجنه الكره في النادي الفتره دي الابقاء على ازارو. هو النادي عايز، ان النادي عايز يحقق بطولات، هو النادي عايز يعني مش عايز يمشي لعيب، بس لما بيلاقي رغبه اللعيب عايز يمشي خلاص، يعني انت رغبتك مش عايز تقعد انا مش همسك فيه، فلازم يكون رغبه. هو ما شاء الله وليد ازارو من اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي كويسين جدا، يعني ان هم اللعيبه لو هو مش جنسيه تانية كان في منتخب مصر نمره واحد، مع مروان محسن برضه عنده صلاح محسن ما شاء الله بدا يدخل. يعني توقعاتك ان ممكن يبدا اثنين من الثلاثي ده المباراه؟ انا متوقع هيبقى ممكن يبقى 4-4-2 يعني ممكن يبدا 4-4-2 الشكل يتغير في وسط، الشكل يتغير في, 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 في لحظه تحركات. يعني انا ممكن اثنين راسين حربه واثنين واحد من اليمين واحد من الشمال، بقينا اربعه فراوده. طب هل في الحاله دي الفريق هيبدا باثنين من لاعبي الوسط المدافع، باثنين هاف ديفندر؟ ما هيبتدي بقى يغير في التشكيل بتاعته، يعني يحط حسام عاشور وعمرو السوليه ووليد سليمان او مؤمن زكريا، ويبدا بيهم، ويبدا بالقدام اثنين فراوده، يعني يضغط على الفرقه اللي قصاده، هيضغط جامد. ما هي التكليفات بتغير حتى اسم الطريقه، احيانا بتتحول 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 هي حسب رؤيه المدير الفني تمركز اللاعبين. يعني انا ممكن بص يا كابتن محمد، انا ممكن اقول لك هلاعب مثلا مش عارف كذا كذا كذا، اداء اللعيبه الفورمه بتاعه اللعيبه بتاعتي اول ماتش ليهم بعد الفتره الاعداد بعد التجمع مع مدير فني جديد مع جهاز فني جديد كله، نتمنى لهم كلهم يا رب التوفيق ان شاء الله. قطع من جواهم هم عايزين يقدوا ماتش حلو في وجود الجمهور اللي هيبقى متواجد بكره، واتمنى يزيد كمان، بيدي دفعه جامده قوي يا كابتن محمد للنادي الاهلي. يعني انا لو جيت اقول لك برضو يعني مباراه الاهلي في الدور التمهيدي لما كنا الاهلي لعب منانا الجابون، مروان محسن سجل هدف وازارو سجل هدف وعبد الله سعيد كان جايب هدفين، وبعد كده الماتش الثاني مع منانا برضو ميدو جابر وازارو ووليد سليمان، يعني ال الهدافين معروفين في الفرقه بيبقوا معروفين، الهداف التملي بيبقى معروف وازارو بيبقى ليه بصمه. يعني بدرجات المفروض ان اكتر هداف معدل اهدافه كان متميز في الفتره اللي فاتت كلها وليد ازارو، بياتي بعده مجموعه من اللاعبين بس انا مش كان منهم خلال وجوده مع الفريق طبعا عبد الله السعيد مع مؤمن زكريا مع اجاي، يعني في مجموعه ثانيه وليد سليمان، في مجموعه طبعا عندهم القدرات التهديفيه. ده احلى حاجه المدرب بيلاقي عنده النوعيه دي، بيبقى محتار، بيبقى ساعات فيه محتار يلعب ده ولا ده، بس دي حاجه جميله. وساعات انت مدرب تاني مش لاقي بيتمنى لعيب واحد منهم يبقى كويس، فانت عندك مجموعه لعيبه ما شاء الله. يعني وانا شايف ان فرقه تاون شيب مش عايز اقول انها ضعيفه، مش عايز اقول انها، لان الكره علمتنا مفيش حاجه اسمها تبقى ضعيف، اداء
خلص الماتش خلص اخلص ريح دماغك والعب بعد كده بقى بمزاج. والدليل اللي شفناه في كاس العالم طبعا. فرق خرجت من الدور الاول وفريق زي المانيا خرج ازاي بمباراه نتيجه غير متوقعه على الاطلاق. واحيانا بيبقى فريق مش هيكمل مشواره في البطوله لكن بيختتم الدور الاول قبل ما يرحل عن البطوله بانه يخرج بطل. تمام. الكره ورتنا وشفنا في كاس العالم احترام الخصم. احترم الخصم. يعني فرنسا لما لعبت اخر ماتش مع كرواتيا احترمت كرواتيا. ما قالتش بقى انا هنزل اكسب. هم ما كانوش يعرفوا انه هيجيبوا 4 جوان. اكيد. يعني اللي حل الماتش الاجوان. يعني كمان مؤشر التوقعات بالنسبه لكرواتيا ارتفع جدا بعد ما قلبت المباراه بعد ما كانت انجلترا في السيمي فاينل متقدمه عليها وفازت عليها 2-1. ايوه ايوه. بدات الثقه في كرواتيا تزيد. احترام الخصم ده يا كابتن محمد مهم جدا. انزل احترم الخصم اللي قصادي. انا هو متفوق عليا دلوقتي؟ لا انا هتفوق عليك. لان انا اعديك لو كسبتك بكره والماتش اللي بعديه. زي دي يا كابتن فوزي كنا بنتكلم عن الموافقات الامنيه بنتكلم عن الترتيبات الخاصه بالمباريات سواء محليا او افريقيا. هذه المباراه تم تحديد عدد الجمهور فيها ب 10,000 مشجع. شايف العدد ده ازاي وتاثيره على الفريق وهل كافي ولا لا؟ هو انا كنت اتمنى الاستاد يبقى مليان بجد. يعني الفرق الافريقيه وكلها بيرجوا لو كانوا يجوا يلعبوا النادي الاهلي كانوا بيترعبوا من الجماهير اللي موجوده في استاد القاهره. في برج العرب نفس الكلام. الاستاد يتملي والجماهير حاضره وبتشجع ناديها ويبقى يعني بدايه كويسه ان ناس الجماهير النادي الاهلي اللي انا تملي بخاطب فيهم بقول لهم يا جماعه اللي بيحب النادي بتاعه لا يرمي ولا ولع شماريخ ولا يرمي طوب ولا يرمي ازايز ولا اقعد شجع فرقتك اللي شفنا الفرق اللي كانت بتتهزم والناس بتروح يحييهم وطلعوا من كاس عالم. الناس نتعلم الكلام ده. وجماهير النادي الاهلي على فكره بتحب اللعيبه بتاعتها جدا. احنا قلنا الناس اللي بتدس في وسط الجماهير النادي الاهلي المحبه للنادي لان ممكن اي حد يلبس تيشيرت احمر ويقعد في وسطهم بيبقوا مجموعه من لو انتوا بتحبوا النادي الاهلي حد جاي يعمل حاجه امسكوه وسلموه والشرطه تتعامل معاه. يبقى انت كده بتساعد ناديك انك انت تحضر الماتشات. يبتدي الامن يوافق يتشجع ان الجماهير دي تحضر ان الجماهير دي ملتزمه. اللي هيطلع النص في قانون يتحاسب بالقانون. يبقى نتمنى يا استاذ محمد فعلا لان بص لما يعني انت متخيل الماتش يبقى كده واللعيبه بتسخن وراك المدرج فاضي ولا المدرج مليان؟ لا طبعا المدرج مليان. احساس اللعيب ومستوى فني تاني بيكون في الملعب. احساس اللعيبه نفسها بتختلف. كابتن محمد واحنا كنا بنيجي نسخن لما بنيجي نتمرن كان الناس تيجي مثلا تمريننا الساعه 3 كان زمان نتمرن الظهريه من الساعه 12 الظهريه 11 الصبح لو في ماتشات الاشبال قاعدين في المدرج قاعدين مستنيين اللعيبه تنزل وبيشجعوها تدريب. الاستاد مليان. استاد التتش كان بيبقى مليان. طيب رايك ايه ممكن الامن ازاي يتعامل مع فكره انه برضه في تخوف من انه البعض يفتعل مشكلات او ان المشكلات تتكرر واحنا كنا في فتره صعبه جدا الفتره اللي فاتت بنقول الحمد لله تجاوزناها لكن لسه مفيش قدره حتى الان على او رؤيه ان الوضع يسمح بان الجمهور يملى الاستاد. لسه الامن عنده حساباته وعنده رؤيته اللي بتحد من الارقام زي ما عرفنا في اتصالنا مع الكابتن عامر حسين. الاشكاليه دي نحلها ازاي؟ والله هو عملوا حاجه كويسه النادي الاهلي دلوقتي عاملين البطايق للدخول اللعيبه البيانات كلها بتاع كل واحد داخل. ممكن بترقيم الكراسي بعمل يعني بكل تذكره او كل مكان اقسم مجاميع على اوزع على الاستاد في حين انك حضرتك تبقى شايفها كابتن محمد وانت قاعد شايف الاستاد كله موجود ويبقى بيبان محدده لكل مجموعه متامنه كويس متفتشه كويس الناس قاعده تراقبهم. في ناس من جماهير النادي الاهلي. هل ده معمول بيه في العالم؟ هل هنا حضرتك بتطلب انه انا بطلب عشان ظروف التذاكر او انها تبقى الكترونيه وفيها البيانات بتاعه صاحب التذكره اللي يدخل يشوف المباراه؟ هل ده ممكن؟ النادي الاهلي عملها واشتغل بيها فتره يعني اشتغل بيها فتره. لا عشان توزيعها الكترونيا ولا عشان يبقى محدد اسم صاحب التذكره رقم كذا؟ ما هو هل ده هو ما كانش فيه جمهور فكان عدد التذاكر قليل. لما تيجي تفتح للجمهور لازم هيبقى فيه بيانات بتدخل بتدي بيانات. الجماهير المصريه في ناس كتير مناطق الشعبيه والحاجات دي ما يعرفش يخش ويدي بيانات والحاجات دي. يحجز اونلاين او ياخد تذكرته ما عندوش الكلام ده. لكن احنا ممكن لازم نحاول نعمل كل قد ما نقدر. في العالم كله اكيد السلوكيات والنظام الموضوع وثقافه الناس نفسها والاجراءات الامنيه سواء من امن المؤسسات او الانديه او الاتحادات الرياضيه في اي دوله او من اجهزه الامن المسؤوله كمان اللي ليها ادوار دي. تمام. لكن عمر ما اعتقدش لسه شفنا استاد كل تذكره برقمها بصاحب التذكره محدده وانه يقدر يرصده امنيا. دي مهمه مستحيله مع الاعداد الكبيره دي. يعني المهمه
هي بيبقى الشغب بيبقى في مناطق فين كابتن محمد؟ تملي بيبقى ورا الجون، لان الدرجه الثالثه بقت ورا الجون. الشغب بيبقى في المنطقه دي، انا اقلل العدد بتاع المنطقه المشابهه او اوزعهم، مش لازم احطهم كلهم مع بعض، ويتقابل في كذا باب ويتحط. ده هنا بتتكلم عن خطه جديده لتوزيع التذاكر واماكنها في الاستاد نفسه. يا انت لازم تفكر، انا لازم افكر في حلول مش تقليديه. يعني انا المره فاتت لما كنت موجود مع ميدو يعني شفتها يعني وانا كراجل امن اتفرجت عليها، حصل شغب جامد جدا، وفرقه من الفرق الكبيره في المانيا او في انجلترا، من الفرق المشهوره جدا، هبطت وفضل 3 دقائق وحصل شغب. حصل شغب جامد جدا لدرجه الدخان بقى اسود مليان في الملعب وعلى ناحيه الجون الفرقه بتاعتهم. في ثانيه طق نزل على طول 3 صفوف بعرض الملعب كله وشهم للمدرج اللي هو ورا الجون ده، وقفلوا الدنيا، وكلاب بوليسيه وحصينه نزلت كمان معاهم، وفي ثانيه جابوا الناس اللي هي ولعت الشماريخ. كانت فين عفوا المباراه دي؟ اعتقد يعني في المانيا او من الفرق الكبيره جدا، وهبطت درجه ثانيه خلاص، وفضل 3 دقائق، كان ممكن الحكم يصفر ويلغي، ما هي كده كده الفرقه هتهبط. نزلوا وطلعوا الناس والحكم خلاص لقى الدنيا تمام، راح مصفر، الناس كلها طلعت في ثانيه نظام تك تك. والله ما خدتش الكلام ده 10 دقائق بس. هل الجمهور هيقبل ده؟ يعني لو افترضنا ان في حلول غير تقليديه منها توزيع اماكن تواجد الجمهور اللي كان تكتله بعدد كبير بيعمل مشكله، بس كمان هتحرم الجمهور ده من ان هي الكتله دي من الجماهير اللي بتعمل هتافات بشكل معين، بتغني، بتنسق مع بعضها، بتتحرك، بتعمل يعني كل الانشطه اللي في الملعب، هم بيبقوا هم الوقود لها او هم المحركين لها. هل هيقبلوا توزيعهم على مناطق مختلفه في الاستاد؟ انت عايز تروح مع اولادك، مع مراتك، عايز تروح مع اسرتك، تقعد في الاستاد، مش عايز تسمع لفظ خارج، مش عايز تسمع، بتتمتع كيوم رياضي جميل. يعني انا يعني الواحد مصر كلها عايزه تروح برج العرب بكره، ناس كتير قوي عايزين يروحوا يحضروا الماتش، فلما بيلاقي العدد قليل 10,000 واحد، وبعدين تروح تلاقي كم ناس كتيره جدا عايزه تدخل، والامن بيبتدي يحجز الناس عشان ما يخشوش، بيقفوا من بعيد جدا ويمشوا. عدد اللي جايين اكتر من عدد التذاكر كتير، كل جماهير النادي الاهلي عايزين يحضروا، وبيروح يقول لك هندخل، يعني ايه يمكن يدخلونا ولا حاجه. ويمشوا مسافات طويله، يعني بيركنوا العربيات والاتوبيسات، بيقفوا في حته بعيده وينزلوا يمشوا مسافه كبيره قبل يخش الاستاد. احنا عايزين نخلي الحاجات دي بقى اسهل بكتير، جمهور يروح يحضر، الجمهور خرج عن النص اتعامل معاه، بس في جمهور محترم، في ناس محترمه قاعده، في ناس بتعمل شغب، بيتصوروا معروفين، في ناس قاعده حواليهم بترصدهم قبل ما يحصل اي حاجه، لان هم بيحصل. يا كابتن محمد انت دلوقتي الماتش ازمت مع النادي الاهلي شويه، خلي بالك هم بيستغلوا التوقيت، يعني وتبقى في اشاره حد قاعد، يبقى الجمهور بشكل عام قلقان، متوتر في وقت من اوقات الناس مزمزقه، اللعيبه مش مأديه، الفرقه مهزومه، الكلام ده يبتدي بقى التعامل بينهم وبين بعض، واحد يلا نبتدي بتاع، الناس تزيط معاهم في وسط الزحمه، ما حدش عارف مين. فلما بنعمل تجمعات اهتف وغني وقول، بس احنا عايزين نرجع. انا بقول حلول يا كابتن محمد على اساس ايه؟ ان احنا نحاول اي حاجه نعملها بدرجه ان الجمهور يرجع، الاقي الجمهور اتملى. بس بالدرجه الاولى حضرتك بتاكد ان دي مهمه الجماهير نفسها، هي اللي تقدر الجماهير تساعد كل الاجهزه اللي هتساعد الامن، الامن الامن على الرجوع. انت يا كابتن محمد انت راجل مسؤول امني، انت عايز الماتش يخرج ايه؟ الناس قعدت واتفرجت ودخلتهم بامان، ودخلوا الملعب وخرجوا من غير مشاكل وبدون مصادمات، وبيسلموا عليك وهم خارجين ومتشكرين تعبناك، لان اللي بيجي يعني انا بقول لك الضابط والعسكري والامين بيروح يقف من الساعه 11 والماتش مثلا الساعه 9 بالليل. طب مش ده يعني جزاء انه في الاخر ان يتشتم ويترمي عليه ازايز وشماريخ وحاجات زي كده؟ ليه؟ هو ماله؟ يعني فانت كجمهور النادي الاهلي، وانا عارف جمهور النادي الاهلي، انا بقول لحضرتك الناس اللي متدسه في وسط النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اللي بتحب الفرقه وبتحب اللعيبه بتاعتها امسكوهم. كابتن فوزي احنا بنختتم الحوار ده في دقيقه، اذا امكن لو بتوجه نصيحه للاعبين قبل مباراه الاهلي وتاون شيب، المباراه المهمه جدا في المشوار الافريقي، تقول لهم يعني انا بقول لهم انتوا لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، ولعيبه حصلت بطولات كتيره جدا، وجماهير النادي الاهلي بتتمنى ان شاء الله ان بكره
تعملوا ماتش حلو جدا ان شاء الله. هيبقى بدايه قويه، بدايه للمدير الفني اللي موجود الجديد مع الجهاز المصري اللي موجود، بدايه حتى انطلاقه جميله ان شاء الله تكون للكره المصريه قوية. للموسم الجديد كله، لان عندنا ماتش تاني على طول يوم 28، بعد كده داخل على الدوري هتلاعب الاسماعيلي وهتلاعب المصري، فداخل البدايه لما بتكون حلوه واللعيبه حاسه بيها، فنتمنى لهم ان شاء الله وهم قد المسؤوليه وان شاء الله يفرحونا بكره، ويبقى نبارك للنادي الاهلي وجماهيره تبقى عند قد مستوى المسؤوليه ان شاء الله. باذن الله باذن الله يكونوا موفقين في اللقاء المهم، ونتمنى باذن الله ان يوفق الفريق وجهازه الفني في حصد نقاط المباراه غدا ان شاء الله على حساب المنافس تاونشيب بطل بوتسوانا، وان الاهلي زي ما قال كابتن فوزي سكوتي يكون هذا هو عنوانه الجديد لهذا الموسم، وترجمه كل الجهود المبذوله من الجهاز الفني ومن اداره النادي ومن كل المسؤولين عن توفير كل ما يحتاج اليه الفريق على كافه المستويات، دعمه ماليا فنيا، تجهيزه بافضل فتره اعداد ممكنه، ان ده ينعكس على الشكل والتناغم في الملعب وعلى الاداء والنتيجه ان شاء الله. بشكر حضراتكم، نهايه هذه الحلقه وهذا اللقاء ليله المباراه، بشكرك جدا كابتن فوزي. كابتن محمد سعيد، انا كنت موجود معاك النهارده وعائله الاهلي، ان شاء الله زي ما بقول لك نبقى وشنا حلو على النادي الاهلي ويفوز بكره باذن الله. يكونوا موفقين وتبقى دي انطلاقه للعوده على المنافسه وعوده الطموح في اللقب الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.